أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتصار والاستقلال وتحرير الأرض عمره ما كان بدون تمن أو تضحيات، وبرضه عمره ما جاء بالضربة القاضية. ضربة قاضية دي في ماتشات البوكس، إنما الانتصار بيجي دايما باستنزاف العدو لحد ما يستسلم. وشوفنا ده في الجزائر، المقاومة العنيفة اللي قعدت أكتر من 100 سنة في الجزائر تقاوم الفرنسيين في حرب استنزاف طويلة ضحى فيها الشعب الجزائري والقوات الجزائرية والدفاع الجزائري. حقيقة كان يعني تاريخ لحد ما أجبروا الفرنسيين على الرحيل. وفرنسا لحد النهاردة الحقيقة تشعر بالعار والذل في اللي عملته في الجزائر. قيس على كده ليبيا، فيتنام، جنوب أفريقيا، أمريكا اللاتينية، شعوب كثيرة جدا خاضت مقاومتها حروب استنزاف ضحت فيها بالغالي والنفيس لحد ما وصلت للتحرر. يا عم سيبك من ده كله، هنروح ليه؟ ما نروحش بعيد، نروح مصر. مصر قعدت 75 سنة تقاوم الاحتلال الإنجليزي وثلاث سنين تقاوم الاحتلال الفرنسي، وفي الآخر فرنسا مشت وإنجلترا مشت. حتى لما مصر اتهزمت في 67 وجاء بعده 73، انتصار أكتوبر ده ما كانش من فراغ، بل إنه سبقوا حوالي 6 سنين كده حرب استنزاف. الجيش المصري قام بعمليات مقاومة فدائية. أنا شخصياً كان لي صديق وكان أستاذي ولا زال أستاذي، يعني بدله بالفضل، كان قناص قتل حوالي 15 تقريباً واحد من البعدة ده. كانت شغلته كلها إنه قاعد في نقطة لوحده معاه أكله وشربه وشهور وسلاحه. والقناص ده شخصية عامة موجودة في مصر دلوقتي، بس أنا ما أقدرش أقول اسمه. وليه ما أقولش اسمه؟ الدكتور أحمد نوار اللي كان عميد كلية فنون جميلة المنيا أيام ما أنا كنت طالب فيها. الدكتور نوار ده كان قناص قعد في الاستنزاف سنين، وهو نفسه مطلع كتاب اسمه عين الصقر أو حاجة زي كده. معارك فدائية كتيرة جدا كسرت غرور العدو وأجبرته على السعي للتفاوض قبل الحرب. دي كانت المرحلة الأولى، مرحلة الصمود. المرحلة الثانية كان اسمها مرحلة الاستنزاف، هي بقى مرحلة استنزاف العدو نفسه. نشوف الفيديو ده، المرحلة الثانية من حرب الاستنزاف اللي كانت قبل حرب أكتوبر واللي استمرت 6 سنين. الحقيقة على قد ما كلفناهم كتير، لكن كان عندنا كمان ثمن دفعناه، أرواح ودماء أطفال. لكن عمر المصريين ما استسلموا أو لاموا جيشهم أو لاموا المقاومة الشعبية. عمر المصريين رغم أننا دفعنا وقتها، حصلت مذبحتين في مصر، مذبحة بحر البقر أو المدرسة يا دي، ومدرسة أبو زعبل. ومع ذلك الشعب المصري ملامش الجيش. وعلى قد ما كنا بنضرب في جنود العدو، بنضرب في نقاط عسكرية للعدو، إلا أنه الخسيس الإسرائيلي كان بيضرب في الداخل. يعني كان بيهرب العدو الإسرائيلي الخسيس من المواجهة العسكرية على ضفتي القناة وضفة القناة إلى الداخل فيضرب مدرسة. وده يقول لك أنت بتتعامل مع مين. اوعى تصدق في حياتك الوش الإسرائيلي الملائكي، اوعى تصدق إن دول ملائكة، اوعى تصدق إنهم ممكن يحترموا طفل أو شيخ أو امرأة، اوعى تصدق إنهم ممكن يحترموا مواثيق. احنا تاريخ طويل، احنا تاريخ معاهم طويل قوي. واحد بيواجهك عسكريا، وجهه عسكري، انما ايه اللي يخليك تروح تضرب مدرسة؟ لما زرت الشرقية ورحت متحف الشرقية، شفت التخت بتاعة الاطفال دي وعليها اسماء الاطفال، شفت الكراسات، طبعا زمان السيسي محى الحاجات دي، شفت كراسات الاطفال دي عليها اسمها وبقايا من بقاياهم. شفت قد ايه العدو ده سافل وخسيس وجبان، بدل ما يضرب جنود يروح يضرب طلبه او تلاميذ صغيرين في مدرسه. لكن دي كانت المقاومه. عشان كده من حقنا نفخر بالمقاومه الفلسطينيه واللي عملته في اسرائيل زي النهارده في سنه في 7 اكتوبر 23 اللي كانت مشاهد استنزاف العدو فيه مفروض فخر لكل عربي محترم. لأنه العرب يا حضرات طول تاريخهم عندهم ناس عظماء وعندهم ناس ولاد هرمة.
طول تاريخ العرب كده، من أول زمان قوي العرب زي ما فيهم أبطال زي عنترة العبسي أو غيرهم، يعني فيهم أبو رغال. عارف أبو رغال؟ ده اللي دل أبراهة الحبش على الكعبة. هو أبراهة إزاي وصل للكعبة من اليمن لمكة؟ ما هو وصل عن طريق عرب. عرب، العرب دول هم اللي قادوا أفيال أبراهة الحبشي إلى الكعبة. فالعرب طول تاريخهم كده، فيهم ناس عظماء جدا وفيهم ناس أوطى من الموس على الأرض، ودول موجودين لحد دلوقتي. فالمشاهد دي بتاعت 7 أكتوبر مفروض تكون فخر لأي عربي محترم. كانت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر هي محاكاة للأم الكبرى اللي حصلت في مصر في 6 أكتوبر 73، كانت محاكاة لمقاومة المصريين للاحتلال. نفس التكنيك، خداع استراتيجي لأسر الجنود واللواءات بالبيجامات، لغاية تكتيكات الحرب اللي عملوها أبطال وقادة مصريين عظماء. بالمناسبة خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر تدرس في التاريخ، تدرس، لأنه يوم 6 أكتوبر كان في خبر أنه في جنود وضباط طالعين عمرة، والخبر تصدر الصحف المصرية. خطة الخداع الاستراتيجي خدعت العدو وخلته يصدق أن الجيش ده ما فيهوش حيل يحارب. ده اللي حصل في طوفان الأقصى، إحياء لخطة الخداع الاستراتيجي بتاعت حرب أكتوبر. إحياء زي ما بيقول الخبر ده كده، بص، العربي الجديد، طوفان الأقصى، إحياء لإلهامات حرب أكتوبر وتجديد لعداء المصريين تجاه إسرائيل. السادس من أكتوبر الحقيقة، وخلينا نشوف صور مشهد الأسيرات بالبيجامات زائد صور اللواء، أسر اللواء الإسرائيلي. ودي صورة اللواء، أسر اللواء الإسرائيلي باللبس ده كده، بالبوكسر منتهى الإذلال. السادس من أكتوبر في 73 كان الأب الروحي والملهم لسابعة أكتوبر 23 اللي خاضتها المقاومة الفلسطينية. في الجراف ده غزة على خطى السادس من أكتوبر أهو. الهدف تحرير الأرض، الهتاف الله أكبر، التاريخ يوم السبت، يوم كيبور، يوم عيد يهودي. المفاجأة استخدام التضليل وعناصر المفاجأة، تكتيكات القتال، تمهيد نيراني قبل العبور، وبعدين أساليب غير تقليدية من خراطيم المياه للموتوسيكلات، تدمير الدبات من صائد الدبابات للمركبة، أسر اللواء عساف ياجوري لقادة المنطقة الجنوبية، مشاهد الأسرى ببيجامات الكستور، وانتوا شفت المجندات دلوقتي لابسين ايه، تضحية القيادة من شقيق السادات لأبناء قيادات المقاومة، الإسناد الشعبي والعربي للمعركة، الدعم الغربي لإسرائيل من الجسر الجوي من أوروبا إلى أمريكا. أنا سامعك، أنت قاعد على الكنبة وبتتفرج كتير على أحمد موسى وإبراهيم أبو كرش لحم، هتقولي العبرة بالنتيجة. أنا سامعك، عارف اسمك إيه؟ عارفك، أنا عارف اسمك إيه. اسمك واحد من جنرالات المقاهي. أيوة، أنت من جنرالات المقاهي اللي بيقعدوا على القهوة عشان يشيش ويقعد يخطط لمعركة وهو أصلا عمره ما مسك طبنجة. بيسموك جنرالات المقاهي لأنك أنت بتقول العبرة بالنتيجة. أنت مش شايف الدمار اللي حاصل في غزة؟ والحقيقة أنا جزئيا معاك، اللي حصل في غزة ضخم جدا وتضحيات جسيمة محدش يقدر ينكرها، لأنك بتواجه العالم. المقاومة الفلسطينية ما كانتش بتواجه الجيش الإسرائيلي، المقاومة الفلسطينية كانت بتواجه أوروبا وأمريكا، المقاومة الفلسطينية كانت بتواجه إنكشارية قتلة بالفلوس، مجندين بياخدوا فلوس، المقاومة الفلسطينية كانت بتواجه جيوش عربية، المقاومة الفلسطينية كانت بتواجه العالم كله، لأنه كان في أيضا دعم عربي للجيش الإسرائيلي. حدش يقدر ينكر ده، حدش يقدر ينكر قتل استشهاد الأطفال،
انا هوريك كمان اريحك. ادي الخسائر اهي، عام على الحرب في غزة نسبة الدمار في غزة 86%، 7 مقابر جماعية، 125 مدرسة وجامعة اتدمرت، 35 مليار دولار حجم الخسائر، 34 مستشفى اتدمر، 750 مستشهد من كوادر التعليم، 51,870 شهيد ومفقود، 986 من الكوادر الصحية، 11,600 طالب مقتول أو مستشهد يعني، 175 صحفي هم هنا كاتبينه مقتول ما عرفش ليه بيكتبوه مقتول، أمال الشهيد يبقى إيه؟ الرقاصة، 310 أطباء ومرضون معتقلون، 814 مسجد تم تدميره. وعلى فكرة ما فيش هنا كلام عن الكنائس، في كنائس اتدمرت في غزة، هنا مش جايبين غير المساجد. ما عنديش فكرة الجراف ده ازاي كده بيكتب على الشهداء قتلة وحتى ما جابش سيرة المساجد الكنائس. في كنائس اتدمرت في غزة، ما جابش سيرة مقرات الأونروا اللي هي منظمة غوث اللاجئين وازاي تم تدميرها. في خسائر، لكن خلي بالك من حاجة، قول لي ايه اللي من غير فاتورة؟ كان ممكن فعلا غزة تبقى أحسن من كده لو إنها استسلمت للخطة الإسرائيلية الإماراتية والسعودية، كان ممكن غزة تبقى جنة الله على الأرض لو هي استسلمت للمخطط الإماراتي الإسرائيلي، كان ممكن تبقى غزة يبقى فيها بارات وكباريهات وصلاة رقص تعري وسكيت، كل حاجة في الدنيا أنت عايزها، بس ما كانتش هتبقى بلد الأحرار، كانت تبقى بلد إسرائيلي، كانت تتاخد منك كده عنوة. زي ما قلت لك، اللي بتعمله غزة هو نفس اللي عملته مصر في حرب الاستنزاف اللي استنزفت فيه الكيان الإسرائيلي، وكل التضحيات دي ما هي إلا ضريبة دفعتها كل الشعوب قبل منك حتى، قبل التحرر. زي ما كتب الناشط الفلسطيني ده، ورد في بيان القسام حول قصف تل أبيب جملة جديدة تؤطر عمليات المقاومة ضمن ما أسمته معركة الاستنزاف المستمرة، في تأكيد على أن المقاومة تخوض معركة مستمرة لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافها. المقاومة تمكنت من التأقلم مع الواقع الجديد ونجحت في تكييف وجودها بالصورة التي تضمن بقاؤها وقدرتها على استنزاف الاحتلال، وهذا الأمر تثبته الوقائع والمعطيات بعد عام من أطول حروب الاحتلال في تاريخه. الحرب اللي حصلت في غزة هي مش حرب بين جيشين ساعتها ممكن نعرف مين الفايز ومين المهزوم، دي حرب ما بين محتل بجيشه مدجج بأحدث الأسلحة العالمية وتطور التكنولوجي، وبين مجموعة من المقاومين فلسطينيين. هي نفس بالضبط الحرب اللي كانت بين فرنسا وبين المقاومة الجزائرية، بين إنجلترا وبين المقاومة في مصر، بين إيطاليا وبين المقاومة في ليبيا. هي دي معركة ما بين جيوش ومجموعة أفراد مقاومة، مش بين جيش وجيش. وبالتالي فكرة النصر المطلق دي تنساها يا جنرال، تأجلها، دي تتكلم فيها بقى لما المحور يواجه الحلفة، جيوش قدام جيوش. نقول ان انجلترا وروسيا وامريكا هزموا المانيا وايطاليا واليابان، ده بالورقه والقلم، لكن في حروب المقاومات مش حاجه اسمها نصر مطلق، مش حاجه اسمها ضربه قاضيه، مفيش زرار تحط تدوس عليه على الكمبيوتر فالجيش ده يتهزم، لكن حتى بالورقه والقلم فالنتيجه في صالح المقاومه. لا انا مش بكذب عليك يا جنرال المقهى، أنا بكلمك بجد، ونمسك ورقة وقلم كده ونراجع التاسك المهمة بتاعت ده وبتاعت ده. نبدأ بالجيش المنظم المؤيد من العالم كله، إسرائيل. جيش إسرائيل واحد من أقوى الجيوش أو من الجيوش القوية جدا. جيش إسرائيل يمتلك أسلحة متقدمة لا تمتلكها جيوش في العالم، الF-35 عند إسرائيل، هي مش موجودة إلا عند إسرائيل في المنطقة دي، وغير بقى المركافة وغيره،
ده غير الدعم بالغواصات والطائرات والأسلحة والفلوس. ده جيش إسرائيل. السؤال بقى، يا ترى إسرائيل حققت أهدافها بعد سنة بالورقة والقلم؟ نسيب بقى انتمائك وانتمائي على جنب ونمسك ورقة وقلم. إسرائيل كان عندها مهمة خلال سنة أنها تعمل 1 2 3، يا ترى حققتهم؟ نتنياهو ما قدرش يحقق ولا هدف من أهدافه في الحرب دي بعد مرور سنة. أنا مش بدعي عليه، أنا بكرهه وبدعي عليه لكن لا أدعي عليه. نتنياهو قال بالحرف: هدفنا 1 تدمير حماس، 2 إعادة القصر. أدي الهدفين. وقال إن دول مش هدفين، لا دول مهمتين مقدستين، دول مهمتين مقدستين، القضاء على حماس وإعادة الأسرى. من سنة النتيجة إيه يا جنرال؟ هل حماس اتدمرت؟ هل الأسرى رجعوا؟ أنا بسألك، ده جيش مؤيد من جيوش العالم، إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، مدجج بأسلحة هي الأعلى تكنولوجيا في العالم وهي الأشد فتك. هل المهمتين دول اللي قالهم نتنياهو حققهم؟ هل دمر حماس؟ هل رجع الأسرى؟ في الجراف ده نشوف مهمات الراجل المقدسة. القضاء على حماس ما تمش، تحرير الأسرى ما حصلش. النهاردة بعد سنة، 7 أكتوبر 24، بعد سنة 12 شهر، النهاردة حماس بتضرب صواريخ على تل أبيب. بعد سنة حماس لسه بتضرب صواريخ على تل أبيب. النهاردة المظاهرات الإسرائيلية قدام بيت نتنياهو اللي بتطالبوا بوقف الحرب واعتماد صفقة لتحرير الرهائن. برضو يا جنرال، هتقولي انتوا بتفرحوا نفسكم بالكلمتين دول، ما فيش يعني، اوكي ما رجعش الأسرى، ما دمرش حماس، ده كلام انتوا بتقولوه عشان تدغدغوا المشاعر الشعبوية. لا 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 لا، ده مش كلامي، ده الاحتلال نفسه، ومش أي حد في الاحتلال بيعترف بفشله. ده جنرال، ومش أي جنرال، ده رئيس الأركان نفسه بيقول أهو. أدي رئيس الأركان، عاجل رئيس الأركان الإسرائيلي عام كامل مر على 7 أكتوبر الذي فشلنا خلاله في تأدية مهمتنا بالدفاع عن مواطنينا. سنة كاملة هم اللي بيعترفوا. جيش الاحتلال نفسه اعترف بمقتل 728 جندي. الجيش الإسرائيلي مقتل 728 إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، منهم 346 جندي في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر. دفنوا أبنائهم في ممرات وفي شوارع غزة. خسائر إسرائيل العسكرية والاقتصادية خلال سنة ما خسرتهاش إسرائيل في كل حروبها اللي قبل كده بالورقة والقلم. أدي الجراف. منذ بدء طوفان الأقصى في الكيان الصهيوني، مني الكيان الصهيوني بخسائر بشرية واقتصادية ثقيلة، بلغ عدد قتلى 700، إعاقة 10,646 واحد أصيبوا بإعاقات. أنفق الكيان حتى الآن حوالي 100 مليار دولار على الحرب، خسارة 242 مليون دولار لهيئة المطارات الصهيونية، في حين تم تسجيل 17,809 مصاب. حصل انكماش في الاقتصاد الصهيوني بنسبة 4.1%. شهدت المواني الصهيونية انخفاض بنسبة 16% بسبب عمليات الحوثيين في البحر الأحمر. 40,000 إسرائيلي غادروا إسرائيل بين يناير ويوليو 24 فقط. ده استنزافه، ده غير الهزائم المعنوية اللي خلت الإسرائيليين يفكروا في الهجرة وما عندهمش ثقة في جيشهم.
شوف على الميدل ايست مونيتور، 53% من الاسرائيليين يعتقدون ان تل ابيب لم تهزم حماس، و22 يعتقدون ان الجيش بتاعهم خسر الحرب. يعتقد 53% من الاسرائيليين ان اسرائيل لم تهزم حماس بعد في قطاع غزه، في حين يشارك 22 وجهه نظرهم بان تل ابيب خسرت الحرب بالفعل. وتاتي هذه البيانات من استطلاع للراي اجراه معهد لازار للابحاث لصالح صحيفه معاريف الاسرائيليه، ونشر مساء الجمعه مع دخول الحرب يوم المئة غدا. وعندما سئلوا عما اذا كانت اسرائيل فازت بالحرب ام خسرتها، قال 9% ان اسرائيل حققت نصرا عظيما، وقال 53% انها لم تنتصر بعد ولكنها في سبيلها الى تحقيق ذلك. بينما يعتقد 22% من الاسرائيليين بلادهم قد خسرت الحرب بالفعل. علاوه على ذلك قال 8% انهم تعرضوا لهزيمه ساحقه، بينما قال 8% انهم لا يعرفون. وذكرت الصحيفه نظرا للشعور ببطء التقدم في القتال في قطاع غزه، فان استمرار الجمود في قضيه الاسرى الاسرائيليين ومع حرب الاستنزاف المستمره في شمال البلاد تراجع حزب الليكود بزعامه بنيامين نتنياهو. ادي الاستطلاع، استطلاع عملته هيئة البث الإسرائيلية كمان، بيقول بالنص كده 86% من الإسرائيليين يقولون أنهم غير مستعدين للعيش بمستوطنات غزة بعد الحرب، 41% من الإسرائيليين يقولون أن ثقتهم بالجيش تضررت، 35% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب مع الفصائل الفلسطينية. ده استطلاع عملته هيئة البث الإسرائيلية. ربع الإسرائيليين بيفكروا في الهجرة بعد عام من الحرب على غزة، زي بيقول الخبر ده، ربع الإسرائيليين يفكرون في الهجرة بعد عام على الحرب في غزة. وأنا بكلمك النهاردة أو دلوقتي ومبارح، إسرائيل خسرت حاجة مهمة جدا فوق ده كله. إسرائيل خسرت الدعم العالمي. إسرائيل اللي ظلت طول عمرها تقدم نفسها على أنها دولة سلام، النهاردة وأنا بكلمك ومبارح والنهاردة تحديدا، انطلقت العديد من المظاهرات في واشنطن وفي لندن وبرلين بتندد بإسرائيل وبهجومها الوحش وحربها في غزة. المظاهرات اللي استمرت في دول العالم واللي النهاردة اشتغلت، المظاهرات دي مش بس بتندد بإسرائيل، بتندد بكل دولة بتساند إسرائيل بالأسلحة. الصورة العالمية لإسرائيل خسرتها إسرائيل. مش بس كده، ده أيضا إسرائيل خسرت على المستوى الدولي في المحكمات الدولية، سواء كان في العدل الدولية أو الجنائية الدولية. إسرائيل صورتها تضررت تماما. الصورة اللي من سنة 1935 إسرائيل بتحاول تعملها على أنه وطن بيحب السلام والعالم يقف جنبها والمظلومية والهولوكوست، هذه الصورة تم تدميرها. الأخطر من كده أن الصورة دي اتدمرت مش عند أي حد، اتدمرت عند الأجيال اللي طالعة، الأجيال الصغيرة في العالم. وأعتقد حضرتك يا جنرال شفت شباب الجامعات الأمريكية وهم بيتظاهروا أو يعتصموا في ساحات وباحات الجامعات الأمريكية، واللي كانت ضحية ليها نعمة شفيق، ودي حاجة مهمة جدا. الشباب ده أصلا كان نسي أي حاجة وكل حاجة وما كانش يعرف حاجة عن قضية فلسطين، وده اللي حصل للشباب السعودي باعتراف محمد بن سلمان نفسه، ان الشباب السعودي ما كانش يعرف اي حاجة عن القضية دي، لكن لما حصلت 7 اكتوبر بدأ الشباب يهتم بالقضية ويعرف مين اللي فايز، مين عنده حق او لا. وده اللي حصل للشباب في العالم كله. 7 اكتوبر من ضمن افضلها انها اعادت تفجير القضية دي مرة تانية بعد ما كانت تقريبا ماتت. فشل اسرائيل تعدى الخسائر في المعدات والافراد لخسارة استراتيجية الردع، وصورة إسرائيل في العالم هزيمة استراتيجية بكل المقاييس رغم حجم الإجرام اللي عملته خلال سنة. لكن بص بقى حجم الفشل، فشل في تحرير الأسرى، فشل في القضاء على حركة حماس وحركة المقاومة في غزة، فشل في وقف الصواريخ من غزة اللي بتقصف تل أبيب النهاردة 7 أكتوبر يعني، فشل في تهجير أهالي غزة خارجها إلى مصر أو الأردن ودول غربية، فشل في إعادة سكان شمال اللي هو غلاف غزة إلى مستوطناتهم، فشل في وقف الحصار البحري المفروض عليها من اليمن في البحر الأحمر، فشل في ترميم نظرية الردع الإسرائيلي بعد انكسارها، فشل في وقف التضامن العالمي مع غزة وقطع عدة دول علاقاتها معاها،
فشل في حصر الحرب في غزة وتوسيع الجبهات لشمال اليمن ولبنان والعراق وإيران والضفة، فشل في العمليات البرية في لبنان وتزايد خسائره هناك، فشل في وقف صواريخ حزب الله انهم ضربوا العمق الإسرائيلي في حيفا وطبريا امبارح، فشل في وقف صواريخ إيران اللي ضربت مدن كبرى وقواعد عسكرية واعترفوا بكده. لما تتابع النهاردة اللي يحدث في العالم هتعرف ان في مظاهرات كتيرة انطلقت في العالم النهاردة للتنديد بإسرائيل والتنديد بالدول اللي واقفة جنب إسرائيل. في ضحايا كتير. ايوه في ضحايا كتير. قول لي ايه المعركة اللي ما كانش فيها ضحايا؟ شاور لي كده على معركة في التاريخ ما كانش فيها ضحايا. على فكرة الضحايا دول كان ممكن يسقطوا نتيجة مجاعة أو سيول. شفنا ضحايا لما السيول ضربت ليبيا. أي كارثة طبيعية بيبقى فيها ضحايا. طول الوقت البشر معرضين لأنهم يبقوا ضحايا. لكن لما تبقى ضحية في سبيل معركة، لما تبقى ضحية عشان تحيي قضية، فما أشرفك من ضحية. ويبقى الصمود الفلسطيني على أرضه هو علامة النصر الكبرى لشعب ضحى، شعب صامد على أرضه في سبيل النصر والتحرير. عزيزي الجنرال، من السهل جدا أنك تكون مع الكثرة، من السهل جدا تلاقي جحافل معدية كده تخش في وسطها بس هتبقى رقم. علماء النفس بيقولوا على أي شخص في الدنيا مهما كان درجة ذكائه أنه لما بيخش في وسط الجموع بيحصل له حاجة اسمها بيبقى عنده هوس، بيبقى مؤمن ما بيفكرش، دماغه بقت مع المجموعة. إنما صعب جدا إنك تبقى مع الخاصة، صعب جدا إنك تكون متفرد. هتدفع تمن غالي قوي. أغلى تمن ممكن تدفعه هو الحرب النفسية. إن ممكن جنرال الماقه ده يقول لك طب عملته إيه يعني؟ عايز أقول لك إنه زي ما الشاب ده كان صامد لحد دلوقتي في قطاع شمال قطاع غزة، أنا كنت أعرف جنود مصريين صمدوا 6 سنين في القناة، 6 سنين وهم قاعدين بسلاحهم وعلب تونة، 6 سنين ليل نهار نهار ليل وهم بيقاوموا الإسرائيليين وبيصطادوهم واحد واحد. مفيش واحد فيهم قال لنفسه طب وبعدين ما ارجع انا هيص وادخل سينما. من الناس دول اللي انا كلمتك عنه اول حلقة، الدكتور احمد نوار، فنان تشكيلي مشهور عالميا ومحليا وعربيا، وكان الراجل ده عميد كلية الفنون الجميلة اللي أنا كنت طالب فيها. الراجل ده قعد 6 سنين، مش الراجل ده، حط الدكتور نوار يا راجل. الراجل ده قعد 6 سنين، سنوات طويلة جدا على الحدود مع العدو، كانت شغلته أنه قناص، قتل تقريبا 15 أو 16 من البعدة. 6 سنين بعد ما تخرج من كلية الفنون كان ممكن يرجع يدخل سينما ويرسم، هو فنان تشكيلي. وهو سجل التجربة دي في الكتاب ده عين الصقر. مش عارف انت مالك النهاردة جايب لي السيسي على طول. عين الصقر، قناص حرب الاستنزاف، نوار عين الصقر، تقديم اللواء عبد المنعم خليل. ده الدكتور أحمد نوار، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، لازال موجود يبقى يحكي لكم على القصة دي. كان ممكن الحقيقة الدكتور نوار وقتها ما كانش دكتور طبعا، إنما كان ممكن أحمد نوار الشاب ده اللي كان تقريبا مواليد الغربية مركز الشين غربية، كان ممكن الشاب ده يرجع يبقى مع زمايله ويسافر ويعرض فنه. لكن لما أنا قريت الكتاب ده ولما سمعت تجربة الدكتور نوار منه لأنه كان أستاذي، عرفت قد إيه في ناس بتقرر إنها تتبنى قضية وفي سبيل القضية دي يعدي عليهم ليل ونهار ونهار وليل وهم معزولين عن العالم كله، بس عنده قضية واحدة بس، إنه قاعد على الحدود في نقطة معينة، شغلته سنايبر قناص، يشرب أي مية، يأكل أي أكل، ينام عدد ساعات محدود، يصحى عشان يصطاد من البعدة الجبنة شخص منهم. لما يصطاد الشخص ده بعد فترة الدوبامين يعلى عنده ويحس بأنه تكافئ وأن قعدته دي مش ببلاش. ده اللي بيعمله الشباب في شمال غزة دلوقتي. ما بين جيوش ومقاومة مفيش نصر وهزيمة، لأن ده مش جيش وجيش،
المقاومة بتقود حرب استنزاف بالنقط، كل يوم إسرائيل بتخسر فيها أفراد، معدات، اقتصاد وهيبة وصورة عالمية وردع وسياسة. كل يوم إسرائيل بتقرب أكتر من كسر غرورها، والإجرام بتاع آلة الحرب الإسرائيلية أبداً مش هيمنع إنها توصل للنهاية الأكيدة. أنا عايز أقول لك إن من أكبر الصور، من أكبر الخسائر لإسرائيل هي الخسارة دي. قرارات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير، ضرورة تأكد إسرائيل فورا من أن جيشها لا يرتكب انتهاكات، اتخاذ إجراءات إنسان للوضع الإنساني، رفع تقرير المحكمة بشأن كل التدابير، الحكم بفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل إلى آخره. ده محكمة العدل الدولية، ده غير قرارات محكمة الجنائية الدولية. الصورة العالمية اللي إسرائيل بنتها من سنة 30 لحد دلوقتي في 7 أكتوبر أو بعد 7 أكتوبر انتهت. صورة الدولة المحبة للسلام انتهت. لكن تعرف إسرائيل لم تنجح في الحرب دي إلا في حاجة واحدة بس، وكانت في صالحنا. الحاجة الوحيدة اللي نجحت فيها إسرائيل من 7 أكتوبر 23 ل 7 أكتوبر 24 حاجة واحدة بس وكانت في صالحنا. عارف هي إيه يا جنرال؟ هي إنها كشفت لينا الجواسيس والخونة من القادة ورؤساء وحكام الدول والإعلاميين اللي وسطنا. كشفتهم، عرّتهم إكس راي قدامنا، زلط ملط. ده بقى اللي أنا هوريه لك. خد يا عم المحكمة الجنائية هو صورة إسرائيل، أبرز ما جاء في بيان المحكمة الدولية: أوامر باعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، أوامر اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يواف جالاند، أوامر اعتقال بحق حماس يحيى السنوار، أوامر باعتقال حركة حماس، أوامر باعتقال حق رئيس المكتب السياسي، الاتهامات المسؤولية عن جرائم. تخيل لأول مرة رئيس وزراء إسرائيل مطلوب للاعتقال. لم تحدث. إيريل شارون دك صبرة وشتيلة، حتى الآن لم يصدر ضده قرار. آلاف راحوا في صبرة وشتيلة، آلاف بقيادة الكلب اللي اسمه إيريل شارون، لم يصدر بحقه حكم واحد، بينما نتنياهو حي وصدر ضده أمر اعتقال. إنما زي ما قلت لك، اللي نفعت فيه إسرائيل في السنة دي إنها كشفت لنا إن إحنا عايشين وسط جيوش صهيونية. مين بقى الجيوش دي؟ تعال لي بعد الفاصل. اهلا بكم. خلينا قلت لك انه النجاح الوحيد الاسرائيلي اللي لازم نشهد بيه عشان نبقى واقعيين هو النجاح اللي هقوله دلوقتي ده. بس خليني مع بعض كده نظبط حاجه مهمه بالنسبه لي. نروح لتشات جي بي تي على الموبايل ونسالها يا ترى ايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي على الهوى واحنا مع بعض دلوقتي على الهوى. نسال شات جي بي تي: ازيك عامله ايه؟ انا كويس الحمد لله، انت عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ انا عايز بدقه ابرز عناوين الصحف الامريكيه النهارده 7 اكتوبر. الصحف الأمريكية اليوم 7 أكتوبر العناوين الرئيسية ركزت على الاحتجاجات الكبيرة في مدن حول العالم في ذكرى مرور عام على هجوم حماس على إسرائيل، مع مطالب بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل. في إسرائيل استمرت الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب عدم استعادة الأسرى، كما كشفت تقارير عن تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بشأن التداعيات الإنسانية للهجمات الإسرائيلية على غزة رغم استمرار الدعم العسكري. أبرز الاحتجاجات دي في أي دول؟
أبرز الاحتجاجات التي خرجت اليوم 7 أكتوبر للتنديد بإسرائيل كانت في مدن كبيرة حول العالم، منها واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة، لندن في المملكة المتحدة، باريس في فرنسا، برلين في ألمانيا، إسطنبول في تركيا، ملبورن في أستراليا، كيب تاون في جنوب أفريقيا، وكاراتشي في باكستان. هذه الاحتجاجات كانت تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل وإنهاء الهجمات على الفلسطينيين. شكرا. ده شات جي بي تي النهاردة. احتجاجات في كيب تاون، في واشنطن، في برلين، في لندن للتنديد بإسرائيل والدعم الإسرائيلي. تعال بقى نشوف عندنا بقى حاجة تانية خالص خالص. احنا خلينا منطقيين، إسرائيل نجحت في حاجة واحدة خلال سنة، على مدار سنة من الطوفان ده. ايه بقى اللي نجحت في إسرائيل؟ إسرائيل نجحت في الآتي. إسرائيل نجحت يا سادة في أنه أكبر نجاح للاحتلال ده هو الإسناد، الإسناد العربي للكيان الصهيوني، إسناد وصل لحد محاربة الجيش الإماراتي جنبا إلى جنب مع إسرائيل في غزة. وده ما كشفتوش الحقيقة أي حتة، ده كشفته قناة فرنسية بالخطأ، بالصدفة، بالحظ وبالصدف، قلبك ميل حدف. بالصدفة قناة فرنسية اكتشفت بالخطأ إن في وحدة عسكرية إماراتية بتقاتل في غزة. تفضل. قناة السي اي، ال سي اي الفرنسية، وحدة عسكرية إماراتية في عمليات خاصة في قطاع غزة بجانب جيش الدفاع. 76 عاما ونحن نصرخ، ده الدكتور عبد الرحمن الكسار. 76 عاما ونحن نصرخ أين الجيوش العربية، فإذا بها تلبي النداء لتقتلنا. والفيديو اللي فيه بالخطأ الوحدة الإماراتية، تخيل وحدة من جيش الإمارات، الجماعة اللي رايحين أبو ظبي، الجماعة اللي رايحين رأس الخيمة، الجماعة اللي رايحين العين، الجماعة اللي رايحين دبي، الناس اللي بتقاتل دلوقتي عشان ياخد فيزا ذهبية للإمارات. الإمارات بتحارب جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي في غزة. معلش معلش معلش، تاني يا ميزو، نعيد الست الفرنسوية دي وهي بتقول إن وحدة من الجيش الإماراتي بتحارب في غزة. يعني أنت عشان تبقى صحفي وتصور داخل غزة لازم تاخد تصريح من الجيش الإسرائيلي وتصور اللي عايزه الجيش الإسرائيلي. ده الفرنساوي بتقول كده، لا مسلمة ولا عربية ولا ليها أي علاقة بحاجة، دي صحفية. عشان تصور داخل غزة لازم تاخد تصريح من جيش الاحتلال وتصور اللي عايزه جيش الاحتلال. كلاريسيا بس من السي ان ان هي اللي قدرت تعمل تحقيق مستقل. ليه؟ لانها كانت ضمن وحدة الجيش الاماراتي في غزة، بالقرب من وحدة عسكرية اماراتية في غزة. الست دي دمرت كل سمعة اسرائيل، انك عشان تصور في غزة لازم تاخد اذن من الجيش الاسرائيلي، وقد يطول التصريح بالاذن ده. هي مقدمة من نوفمبر، بتقول من اول ما قالوا توغل بري، وفي نفس الوقت من نفس الوقت بتقول انه لو خدت التصريح ما تصورش غير اللي الجيش الاسرائيلي موافق عليه. ده واحد. اتنين، الصحفيه الوحيده كلاريسيا دي اللي نجحت في عمل تحقيق مستقل كانت من السي ان ان. طب ليه نجحت؟ لانها كانت بالقرب من وحده عسكريه اماراتيه. بالصدفه بالصدفه خواجايه فرنسويه بتهدينا معلومة انه في وحدة عسكرية اماراتية بتحارب جنبا الى جنب مع الجيش الاسرائيلي بتقتل العرب في غزة. بالصدفة في الوقت اللي فيه النهاردة، زي ما قال شات جي بي تي، مظاهرات في كوبنهاجن، في برلين، في لندن، في اسطنبول، في كيب تاون للتنديد باسرائيل ودعم اسرائيل. في الوقت ده عندنا وحدة إماراتية ما شاء الله بتدافع عن أو بتحارب
جنبا الى جنب مع الجيش الاسرائيلي. وبعد كده الناس يطلع يقول لك الامارات دوله عربيه. اسناد ودعم عربي الى حد ان السعوديه مدت اسرائيل بالوقود اللي تشغل طياراتها ودباباتها عشان تضرب العرب. عربي 21 تقرير يكشف تورط السعوديه بتزويد جيش الاحتلال بالوقود خلال العدوان على غزه. تخيل، كشف تقرير، اطلع سطر اطلع سطر الله يخليك، كشف تقرير اعدته المنظمه دي اويل تشينج انترناشونال البحثيه عن تورط السعوديه ودول اخرى في تزويد الاحتلال الاسرائيلي بالوقود الذي يغذي آليات الحربية التي تواصل دك قطاع غزة. يعني فلوس المسلمين اللي بتروح للسعودية بيطلع بيها غاز يغذي آليات الاحتلال الإسرائيلي اللي بتدك بيها المسلمين. وشدد التقرير على الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن البلدان والشركات التي تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة تمتلك فرصة إنها تساعد في فرض وقف إطلاق النار. يعني زي ما الملك فيصل عمل في حرب أكتوبر، تقدر السعودية دلوقتي تنقذ ملايين الفلسطينيين من الإبادة دي، مش دلوقتي ده من زمان، عن طريق إنها توقف البترول، توقف إمداد إسرائيل بالغاز. إنما تقول وتعيد لمين؟ الملك فيصل غير الملك سلمان، مع أنهم أخوات، والملك فيصل غير محمد بن سلمان، دي الطبعة الدنيئة من الحكام التامين، نفس العيلة. قيس على كده الأردن والسلطة الفلسطينية وغيرهم من الدول العربية، ده اللي نجحت فيه إسرائيل فعلا. خلينا نشوف الجراف ده اللي فضح الجميع، أبرز أدلة خيانة الأنظمة العربية ومساندتها لإسرائيل. قوات برية إماراتية لإسرائيل في الحرب على غزة، مشاركة السعودية في إمداد إسرائيل بالوقود خلال الحرب، منع السعودية مظاهرة التضامن مع غزة وشغل السعوديين بموسم الرياض، مشاركة الأردن في تزويد إسرائيل بالغذاء خلال الحرب، مشاركة أبو مازن في ضرب المقاومة بالضفة، قبع أبو مازن مظاهرات التضامن. لا أنا بس آسف، ممكن نضيف للكتاب ده مصر، ممنوع التظاهرات، ده أنا لسه جايلك جايلك بقى مصر، كوم تاني. كل ده بقى حمادة، واللي جاي في مصر حمادة تانية بقى. مانيش حط حط ده، لا حط الخيانة العربية دي الله يخليك، اللي قبل دي اللي قبل دي عشان أنت متلخبط ومروش النهاردة، حط دي بقى، ده بقى كوم ومصر كوم تاني. حضرات السادة اسمحوا لي أوريكم نظام السيسي بدون ورقة التوت. نظام السيسي بدون ورقة التوت، احنا فاهمين انه في الوقت النهارده زي ما قال تشات جي بي تي النهارده 7 اكتوبر في مظاهرات في كوبنهاجن، في لندن، في برلين، في اسطنبول، في كيب تاون، مظاهرات تندد بإسرائيل، وفي امريكا في واشنطن، في امريكا فاهمين انه ممنوع المظاهرات في الدول العربية، ممنوع ارتداء الكفاية الفلسطينية، ممنوع رفع العلم الفلسطيني. لكن ده احنا تعدينا المرحلة دي بقى، دي كانت مرحلة يا معلم وخلصت. احنا وصلنا المرحلة يا حضرات انه النهاردة صدر قرار بمنع اي تضامن في الإذاعة المدرسية في اي مدرسة في مصر في ذكرى 7 اكتوبر. البوست بقى، السلام عليكم ورحمة الله. المدراء الأفاضل، بقرار من إدارة التعليم الخاص يمنع الإشارة يوم غدا الاثنين إلى ذكرى 7 أكتوبر في الإذاعة المدرسية أو أي حديث مع الطلبة، يرجى الالتزام. أي قرار هذا؟ أي سم هذا؟ أي انحطاط هذا؟ رسالة تعميم على الجروب خاص بالمعلمين. يمنع السادة المدراء، يمنع الإشارة يوم غدا الاثنين إلى ذكرى 7 أكتوبر في الإذاعة المدرسية أو أي أحاديث مع الطلبة. إجرام يخلي مصر بدل ما تقاطع إسرائيل لا تزودها بتبادل تجاري خرافي خلال سنة مع الحرب،
21% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والكيان عام على حرب غزة. 21% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل. تل أبيب تورد الغاز والأجهزة الكهربية والخضروات أبرز صادرات مصر. يعني في الوقت اللي فيه السعودية تقدر تخنق إسرائيل. أصلك هتقول لي ما إسرائيل ماسكة مصر من الغاز، لو ما بعتتش غاز صح مصر تبات في الضلمة صح، يعني على الأبو اللي وصلنا لكده ماشي. طب ما السعودية تقدر توقف الغاز عن إسرائيل وتزلها وتوقف الحرب، لكن ده السعودية ومصر والأردن بيغزوا إسرائيل، والإمارات وصلت لمرحلة بقى أنها تبعت قوات عسكرية في الوقت اللي الاحتلال فيه بيعزز وجوده على حدود مصر. شوف بئر الخيانة اللي احنا واقعين فيه. الاحتلال بينصب كاميرات مراقبة وأبراج عسكرية على محور صلاح الدين. عربي 21، الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة وأبراج عسكرية على محور فيلادلفيا. اقرأ التفاصيل. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تعبيد الطرق على طول محور صلاح الدين المعروف إسرائيليا بفيلادلفيا، والذي يمتد بين قطاع غزة والحدود المصرية بدءا من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم. وبحسب مصادر قبلية من مدينة رفح المصرية، فإن جيش الاحتلال قام بتركيب أعمدة إنارة ضخمة مزودة بكاميرات مراقبة وأبراج عسكرية في عدة مواقع على طول المحور. وأشارت المصادر إن الجيش المصري أجرى إصلاحات على الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحدودية نتيجة تفجير جيش الاحتلال لأنفاق مهجورة بالقرب من الحدود مع مصر. إجرام بدأ من قبل الطوفان، من قبل 7 أكتوبر 2023، لما عباس كامل حذر الإسرائيليين من المقاومة وإن عمل هيحصل، وصولا لتحريض السيسي على المقاومة وحبس أي متضامن معها وحصار غزة والتخطيط مع العدو لغزو رفح والتخلي عن محور فيلادلفيا. طوفان الأقصى يفضح الجميع، حصاد خيانة نظام السيسي بعد عام، تحذير عباس كامل لإسرائيل من طوفان الأقصى قبل بدئه بأيام، حصار نظام السيسي لغزة وتجويعها ومنع المساعدات عنها، صمت السيسي على احتلال معبر رفح ومحور فيلادلفيا، صمت السيسي على قتل إسرائيل جنودنا المصريين في رفح، مشاركة عباس كامل ورئيس الأركان المصري في التخطيط لغزو رفح، تحريض السيسي لإسرائيل علنا على القضاء على المقاومة، وده كان في لقاء مع الرئيس الألماني، مشاركة السيسي في إسقاط الصواريخ المتجهة إلى إيلات من اليمن، مشاركة السيسي في كسر الحصار البحري على إسرائيل بالتعاون مع السعودية والإمارات، زيادة 21% من حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال العام، محاولة السيسي إدخال قوات تابعة للمخابرات أبو مازن إلى غزة لضرب المقاومة، امتناع السيسي عن رفع دعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، امتناع السيسي عن قطع العلاقات مع إسرائيل أو سحب السفير، ممارسة الإعلام المصري دورا تحريضيا ضد المقاومة، منع مظاهرات التضامن مع فلسطين والقبض على المتضامنين. جبهات إسناد عربية مؤلمة وأشدها إيلاما إسناد مصر للكيان اللي اعتبروا الكاتب محمد نعيم امتداد طبيعي لكامب ديفيد وتطور طبيعي لانحناء السيسي قدام الإمارات اللي هي وكيل إسرائيل زي ما قلت لكم امبارح. بيقول الأستاذ محمد نعيم في المنصة، الجبهة المصرية، جبهات إسناد إسرائيل 5، الجبهة المصرية مستعمرة غير محتلة. هذه أكثر جبهات تعاسة لأنها حاصل خيارات تاريخية ظنت القيادة المصرية وقتها أنها تعيد تشكيل المنطقة بما يناسب مصالحها، فإذا بتلك الخيارات تتحول إلى ورطة استراتيجية شديدة الضرر محليا وإقليميا. إن مصر وإسرائيل لا شريكان في اتفاقية كامب ديفيد هي الماضي الحاضر المستمر لنحو نصف قرن الذي حاولت مصر خلاله التملص من ورطتها بحيل التزاكي والخيارات الانتهازية. اللي بعده أو دفن الرؤوس في الرمال. لكن الإسناد المصري ليس مجرد
أثر لمعاهدة السلام، فرغم أن مصر مبارك كانت رهينة استحقاقات كامب ديفيد، لكن بكل تأكيد لم يكن من المتوقع أن يحدث ما نراه هذه الأيام. هذا الإسناد يحدث لأن مصر اليوم أسيرة تماماً لأزمتها الممتدة من 2013، احنا قلنا الكلام ده هنا، التي أفقدت شعبها مواطنته وإرادته على كل المستويات، مما أفقدها في النهاية مناعتها السياسية. الجبهة الداخلية في مصر ليست ضعيفة بل معدومة. عندما سمح النظام ببعض المظاهرات في بداية الإبادة الإسرائيلية، خرج المصريون إلى ميدان التحرير وهتفوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية من جديد، لأنه لا يصح إلا الصحيح. فكانت النتيجة إلقاء القبض على بعض من فتح لهم النظام باب التظاهر. الحكم الحالي يسابق الزمن للحفاظ على سلطته على حساب مستقبل هذا الشعب، ليفقد مصر استقلالها دون حروب. فالاستقلال إرادة، والسيادة هي سيادة الشعب على أصوله وممتلكاته وحياته وكرامته. ونحن الآن أبعد ما نكون عن هذا الموضع، بينما تواجهنا تهديدات وجودية في منابع النيل، وشعبنا في السودان يقتل أو يهجر، بينما السودان يتمزق وقد أصبح وجوده على المحك بيد إماراتية أي إسرائيلية. فحكام مصر يريدون مال الخليجيين واستثماراتهم وما يتبع ذلك من تماهي حتمي مع خياراتهم السياسية في المنطقة، دون أن تكون مصر جزءا من تشكيل مستقبل المشرق العربي. ووجود المال الخليجي في مصر سيعني أن مصير المصريين سيصبح مشابها لمصير شعوب المشرق في ظل السيادة الإسرائيلية الخليجية عليها وإعادة تشكيل المنطقة وفق تصورتها، أي أننا سنخضع للاستعمار بلا احتلال، وللإذلال بلا إبادة، أو للإبادة بلا قنابل. نهاية التآمر والخيانة اللي بتعملها الأنظمة العربية لا هتخدم بلادنا ولا حتى هتخدم الأنظمة الفاسدة، وهيفضل الاحتلال يتوسع وياخد أراضي ومش هيرضى أن حد يرفع راسه جنبه. ودي كانت رسالة تحذير وتنبيه من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج. يعني السيد خالد مشعل عايز يقول لك بالبلدي كده، اللي خدته القرعة تاخده بالشعور. مش هقعد اتفلحس بقى عليك واقول لك نظريات. اللي خدته القرعة تاخده بالشعور، دول خونة وما لهمش وما بيحترموش كلمتهم، ودول مجموعة من الرعاع اللي جم من أقاصي الأرض، من تحديدا من روسيا تقريبا، أغلبهم من روسيا، ولا أمان لهم ولا دين لهم. حتى اليهود في أوروبا وأمريكا بيكرهوهم. واحد حرامي، أنت متخيل واحد حرامي؟ أنت تآمن لواحد حرامي؟ واحد سرق أرض، سرق مزارع، سرق بيوت ناس، وتيجي تقعد معاه تقول لسه عايز السلام، أنت بتقتل تخدع نفسك. دول مجموعة من اللصوص والخونة، وبعدين شرهين جدا وخبساء جدا. انا بقول لك واحد انت تعلم انه حرامي سرق ارض ناس من سنه 48 وقبل 48، تيجي تقعد معاه تقول لي هو والله ده ابن حلال؟ منين ابن حلال؟ ده ابن حرام مصفي. الخلاصه، لولا خيانه العرب ما كانت اسرائيل تجرم في حق العرب، ولولا حكام عرب خونه والله العظيم ما اعرفش اي نطفه جابتهم، لولا دول لكانت إسرائيل سقطت من زمان. تحرير القدس كان ممكن يبدأ من القاهرة والرياض بعد ثورات الربيع العربي، لكن مع الأسف بدل ما الدول الخليجية تحارب إسرائيل، وكانت الفرصة عندها في ثورات الربيع العربي، إنما مع الأسف اهتمت بأنها توئد الثورات العربية، خاصة ملك سعود اسمه عبد الله ومحمد بن زايد. تعال بقى أشوف الأقنعة في مصر اللي بعده. معلش انا سمعتك شات جي بي تي اللي كان بيشرب سيجارة في البلكونة
او اللي كان قاعد بيشرب الشاي واللي فاتوا ان انا سمعتك تشات جي بي تي بتتكلم عن المظاهرات اللي حاصلة في العالم، في واشنطن، في كوبنهاجن، في كيب تاون، في لندن، في برلين، للتنديد بإسرائيل وجرائمها في غزة. أنا سمعتك ده صوت وصورة من شوية. حد فاتوا الحتة دي؟ في مظاهرات في العالم، مش أنا اللي بقول ده، تشات جي بي تي. تعالوا شوف بقى في مصر بقى إيه الأخبار. طوال سنة كاملة من 7 أكتوبر 23 لغاية النهاردة 7 أكتوبر 24، الإعلام الخبيث، إعلام السامسونج اللي بلا كرامة، شغلته بس إنه يضرب في المقاومة الفلسطينية، إنه يحملها مسؤولية الحرب على غزة. طيب ده طول السنة. النهاردة بقى مع مرور سنة في الذكرى الأولى لعملية الطوفان 7 أكتوبر، لقينا تعليمات جاية من عباس. أنا بس عندي سجع كده ممكن أقوله على عباس، لكن مش مشكلة. لقينا أبو عباس بيركز على 6 أكتوبر ويتجاهل تماما، لا مش يتجاهل، يسفه من 7 أكتوبر. على فكرة النغمة دي بدأها قائد الأوركسترا فخدة الثقافة العربية، لحم كرشة الفكر العربي، الرداف المليئة بالدهون للثقافة العربية إبراهيم عيسى. قال لك اللي يقارن ما بين حرب أكتوبر وسبعة أكتوبر ده سفيه. نفس النغمة. طيب والهجوم على 7 أكتوبر هيقف على بس على إعلام السامسونج؟ لا 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 لا، لازم نطلع شوية فنانين. فيطلع الحج المقدس لطفي لبيب يشيد بنصر أكتوبر. طب يا أنت يا مقدس لبيب، أنت لا فيك نفس تشتغل وبطلت شغل من لأنك مريض وربنا يشفيك، يعني مالكش أي مصلحة مع جهاز المخابرات عشان تقول كلمتين يشغلوك. لو أنت مغيب وعندك تلفيف مخك حصل فيها تلف، ما حد ينصحه يقول له ما تتكلمش، لأنه لما قال كده اتفتح عليه باب هجوم كبير جدا. وكتير جدا من اللي زي لطفي لبيب أعلن دعمه لطوفان الأقصى والمقاومة في مقابل الهجوم من الإعلاميين والفنانين على مصر. بص يا بيه، بجح يعني المقاومة حلال على مصر، حرام على الفلسطينيين، يا خرف إلهي تتنكس في قرعيتك دي. 7 أكتوبر نص أنا فلسطيني وأفتخر بأبطال المقاومة، أفتخر بحماس لأنها تمثلنا، أنا معظم أهلي ماتوا في 2008 ونزلنا على مصر وأتمنى العودة لبلدي قريبا. بقياس البشر بالنظر نتيجة هو دمار وهلاك للبشر. وهذا فنان لا يعرف معنى لله ولا الشهادة ولا إنها حرب بين حق وباطل، فلا تلوموه، هو يقيسها بعينه فقط. منظر الأطفال وعرض القتل يحزن فعلا، وعلينا كلنا مسؤولية وقفه. لا تسلني كيف يا رب ينصر المقاومة وينصر أهلها غزة ويفرح قلوبنا. معلوماته آخرها الساعتين بتوع العبور، ونام في الصغرة في السويس، وقف إطلاق النار بدون شروط. العجيب إن محدش سأله عن 7، محدش قال له. وأحمد موسى كذلك بيصرح النهاردة أن لا نصر إلى نصر 6 أكتوبر. إيه الهدف من الهجوم على 7 أكتوبر بدون داعي؟ حسن حسني، والله أنت وأمثالك نكس على الدين والعرض والأرض. طلعت بيقول نحن نقدم التفاهة وكأنه وزير خارجية، كتير من المايكات أمامه وهو منفعل قوي، هذا الأقرع لا يفهم إلا الهيافة والهلس، الهلس بالسين، داخل التمثيل، فهل هذا يعتد به مفكر؟ فكر نفسه حكيم زمانه. عقلية الأرتيست دي قاع الكابينة. تخيل ده اللي بيقول 6 أكتوبر حلوة ومطقطقة ومقطقطة و7 أكتوبر كوخة، يعتبر صاحب رأي وفكر وسط زملائه. والله أنت وأمثالك. المهم يعني في الآخر يعني الحقيقة يا عم لطفي، أنت كنت راجل ساكت وأهلك مخبيينك، ما كنت تقعد ساكت يا عم لطفي. انت ما تعرفش اليوم اللي انت قاعد ده اسمه ايه، انت ما تعرفش المكان اللي انت قاعد فيه ده اسمه ايه، انت لبسوك البدله وطلعوك، ايه اللي يخليك تتكلم في 7 اكتوبر و6 اكتوبر؟ بس هي تعليمات اشرف بيه. فاكرين اشرف بيه ضابط المخابرات في التسريب اللي زعناه هنا في البرنامج ده من كام سنه؟ افكرك بيه لو انت ما عداش عليك. اسمع،
يعني الهدف من المكالمة إن إحنا نتكلم في كذا قضية أساسية بتواجه الدولة المصرية حاليا. يعني أهمها دلوقتي موضوع القدس، بعد كده هنيجي لموضوع سيناء وموضوع القمة العربية الأخيرة. طيب بصي بس يا فندم، عشان أنتوا لو أي حد سأل حضرتك في تصريح ما يكونش مخالف عن توجهنا. فأنا بس ايوه، الله ينور عليك. التوجه بتاعنا هو احنا هنستنكر زي ما الجميع بيستنكر موضوع ان القدس تكون عاصمه لاسرائيل، تمام؟ احنا كلنا مستنكرين. لكن ده المهم اللي جاي بقى. احنا بنستنكر انما في الاصل ان ده سيصبح امر واقع مش هنقدر نعمل قدامه اي حاجه. لذلك احنا القضيه الاساسيه هي انهاء معاناه الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وده كان المتفق عليه هو اللي بيتم الان. تقولي تاني الحته. هما كده ده دورهم. في حد بيفكرني بلطفي لبيب كان عامل دور السفير الإسرائيلي في السفارة في العمارة. أيوة، لطفي لبيب كان عامل دور السفير الإسرائيلي، بس طبعا أنا لا أعاتبه على دور السفير في فيلم، لأنه ده فيلم يعني، إنما واضح إن هو خد بقى سفير إسرائيل فعلا. يعني واضح إن دوره في فيلم السفارة في العمارة بقى حقيقة. لطفي لبيب بقى حقيقة. شكرا لطفي. من إسرائيل، من هيئة البث العبرية بتشكر الفنان الكبير لطفي لبيب. صدقني نتنياهو مبسوط منك قوي. أهو السفارة في العمارة، أهو هو نفسه لطفي لبيب. طب بقيت صهيوني يا لطفي، خسارة يا لطفي. على رأي الفنان الكبير أو على رأي أحمد سقا بعتني بكامل عشري. قبضت كام يا لطفي؟ يا ريتك قبضت حتى، ده انت كمان مجانا. اهو يبدو ان اشرف بيه او الضابط اللي ماسك دلوقتي لسه شغال برضه بيدي تعليمات وامر المذيعين والفنانين، واللي منهم السفير الصهيوني في مصر لطفي لبيب، وكمان المدرعه الهام شاهين. يعني عندنا كوكب الشرق ام كلثوم، عندنا مثلا نجمه الشاشه العربيه مش عارف فاتن حمامه، بس احنا من كام سنه ظهر عندنا مصطلح جديد، مدرعة السينما والفن، إلهام شاهين، اللي من يومين طلعت نعمل نفسها محللة سياسية. بيبو ما يعرفش، بيقول لي هي ليه بتقول عليها مدرعة؟ هي اللي قالت عن نفسها مش أنا اللي قلت لها. هي قالت لك يا ريتني كنت مدرعة. لا أنت مدرعة فعلا. أيوه، يا ريتني مدرعة والجيش يحارب بيا الإرهاب، ده الجيش هيكوع الإرهاب بيكي. صدقيني يا لولا، الجيش معاك انت، ارهاب مين؟ بس لو الجيش سمع كلامك بس مش كان زماننا خلصنا منك، مش من الارهاب. تحارب ايه بالارهاب؟ ودولتين ايه؟ وفلسطين ايه؟ لفلسطين ايه؟ والحل بسيط ليه؟ هو انت بتتكلمي في ايه يا الهام؟ بسيط الحل؟ دي اللي ابن اخوها عمل فرح كان الخمور فيها حدث ولا حرج، فاكر الفرح ده يا بيبو؟ هي دي المدرعه. المدرعة بتمكن الشهيرة بإلهام شاهين هي اللي ابن أخوها عمل فرح أريقت فيه زجاجات الخمر. لكن ممكن نعرف أنت إيه صفتك يا مدام إلهام بموضوع فلسطين؟ يعني أنت ولا من أهل فلسطين ولا ليك علاقة ولا أي ولا من أهل الاختصاص عشان تقولي رأيك في موضوع فلسطين، ولا هو أي هبد وخلاص، ولا هي الأوامر من نقيب أشرف؟ بس أهل برضو أهل الفن برضو من أهل فلسطين أو الفنانين الفلسطينيين لهم رأي تاني. أهو فرح ابن أخوها، أهو يعني إيه، مالكيش دعوة فلسطين بقى. خلينا نتكلم في الحاجات دي. بص خمور يا بيه، واتفتحت الخمور والعب، بتحارب الإرهاب الديني. هو دي أحسن حرب للإرهاب الديني، إنك تحاربه بزجاجات الويسكي والشمبانيا. الله العظيم هنقضي على الإرهاب. يعني واحد طلع لنا بباكيتة مخدرات اللي هو السيسي، قال لك الباكيتة ومش الباكيتة، وواحدة بتحارب الإرهاب بإن ابن أخوها يفتح عشرات المئات من زجاجات الخمور في حفل فرحه. شوف، طلع لك الحل بسيط، فلسطين المدرعة. لكن رد عليها المخرج الفلسطيني غنام صابر، رد عليها وقال لها مفيش حاجة اسمها حل الدولتين. اسمع كده،
الحل بسيط جدا وممكن يحصل، حل الدولتين، يبقى في دولة فلسطين ويبقى في برضو دولة إسرائيل موجودة. بيقول لها غنام: هذه الأرض لا تحتمل إلا نحن أو نحن، ليس هناك حل الدولتين ولا غيره، والصراع ممتد إلى أن يشاء الله لتعود فلسطين لنا كاملة، ولا يحق لأحد أن يتنازل باسمي عن حق. وبعدين محل الدولتين ده قالوا لنا لولا يا إلهام في أوسلو 1 و2، هل صدقوا فيما عهدوا الله عليه؟ ما في ناس كلت من القصة دي في أوسلو. هو أنت وقتها كنت بتغيري تقريبا أو ما عرفش كنت بتعملي إيه، فما خدتيش بالك إن حصل أوسلو وأبو عمار مضى وغزة أريحة أولا وصدقنا وإسرائيل وقلنا هنوقف مستعمرات. شوف إسرائيل يا لولا من أوسلو في التسعينات لحد دلوقتي بنت قد إيه مستوطنات. شوفي من 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 أوسلو لحد دلوقتي إسرائيل التزمت بإيه. ما القصة دي قديمة قوي. أنت يا لولا جاية متأخرة قوي، أنت نايمة متأخر فجاية متأخرة، أو كان عندك مهام شاقة جدا بتعرقي. أنت عندك رسالة يا لولا، عندك رسالة ورسالة مهمة جدا. والحقيقة الرسالة دي مش مقدسة ولا حاجة، لكنها رسالة برضو يعني. أنت بس أنا عندي حل، أنت تطبقي على ما بين شفتيك بس، وخليكي بقى في اللي أنت فيه. حل دولتين يا لولا. ما قلنا السلام مقابل الأرض والسلام مقابل العدل والسلام مقابل السلام، لحد ما خدنا بس مدينة السلام ومحمصة السلام وجزارة السلام بس. أهو آدي رابين وآدي أبو مازن، آدي أبو عباس وآدي أبو مازن أهو موجود أهو، وماضوا وآدي كلينتون. وكان في القصة دي قالوا لها الاتفاقية دي كانت الاتفاقية بتقول إن في دولة اسمها فلسطين ونبدأ بغزة أريحة أولا، مش شفناش حاجة تانية. وكان في الاتفاقية دي وقف بناء المستوطنات. خلي حد من عندك يا لولا ما يكونش سكران، لأن اللي عندك كلهم سكرانين، ما يكونش تعاطى خمور 24 ساعة. خليه يعمل سيرش كده عدد المستوطنات اللي إسرائيل بنتها من بعد توقيع الاتفاقية دي، خليه كده يشوف إيه يا لولا. إذا كان إعلام السامسونج عندنا الحقيقة بتجيل له أوامر عشان يهاجم المقاومة ويقلل منها ويحملها المسؤولية، ففي دول عربية عندها برضو وسائل إعلام لا تقل دناءة ولا سفالة عن إعلام السامسونج عندنا. خلينا نشوف كده بعض العناوين اللي نشرتها مواقع العربية السعودية وسكاي نيوز الإماراتية في ذكرى 7 أكتوبر. تفضل. عام، أدي قناة العبرية، عام على الهجوم 7 أكتوبر، حرب دمرت غزة وأضعفت حماس لكن لم تقضي عليها. السنوار في مخبئه يقود جناحي الحركة السياسية ومش عارف إيه، والأمم المتحدة تقول إن الأمر سيستغرق عقود لإعادة غزة. اللي بعده دي العربية. استطلاع أغلب سكان غزة يرون أن قرار الهجوم 7 أكتوبر كان خاطئا. دي الإمارات. قنوات العربية وسكاي نيوز ومعاهم الحدث، كل دول خلال سنة كانوا الناطق العربي الرسمي باسم الاحتلال الإسرائيلي، واللي ما سابش فرصة إلا وهاجموا فيه المقاومة، بل إنهم القنوات دي تبنت كمان وجهة النظر الإسرائيلية. وعشان تعرف الفرق بين القنوات اللي بتتبنى المقاومة وتدافع عنها في مقابل القنوات اللي بتتبنى وجهة نظر العدو الإسرائيلي وتدافع عنها، خلينا نشوف المقارنة دي. مش أنا اللي عملتها ولا فريق الإعداد، اللي عملها الإعلام العبري نفسه، هيئة البث الإسرائيلية والإعلام العبري، عمل مقارنة ما بين التغطية 7 أكتوبر كله في القنوات العربية ما بين قنوات وقنوات. شوف بقى الفضل زي ما قلت لك قبل كده ما شهد به الأعداء. وعشان تعرف ازاي ان التوجهات السياسية والتعليمات اللي بتيجي لقناة زي العربية اللي هي لسان حال محمد بن سلمان بتتغلب على المهنية، تعال شوف معايا كده ازاي مواقع عالمية
عالمية زي البي بي سي وسي ان ان بتتكلم ازاي؟ بمهنية. ادي قنوات فوق اهو، العربية وسكاي نيوز، واللي تحت سي ان ان عربي والسويد. عام على هجوم اكتوبر حرب دمرت غزة، العربية السعودية. السابع من اكتوبر قسام تعلن صواريخ نحو تل ابيب ونتنياهو وتعهد بعاده الرهائن المحتجزين. شوف بقى تحت، في ذكرى 7 اكتوبر الاولى مسيرات مؤيده للفلسطينيين تجتاح العالم. في ذكرى 7 اكتوبر تحل بينما تصعد اسرائيل حده الحرب. يا عمي انا هبعد ليه بعيد يا مدام الهام؟ يا مدام الهام يا مدام الهام، الصحفيه مراسلة ال سي اي اللي هي كانت معانا من شويه دي فرنسويه، اللي قالت من شويه ان في قوات اماراتيه بتحارب في غزه، اعتقد دي صحفيه تلفزيون فرنسي. الست دي بتقول يا مدام الهام ان عشان ننزل غزه نعمل تغطيه صحفيه ناخد تصريح من الجيش الاسرائيلي ويتاخر ونصور اللي يوافق عليه الجيش الاسرائيلي. ايه يا مدام الهام؟ ده الفرق بين قناة العبرية اللي هي المتحدث الشارح الإعلامي لفكر محمد بن سلمان، وقنوات بتدور على المهنية. من الأبواق برضو الإسرائيلية في عالمنا العربي واحد زي الإماراتي ضاحي خلفان اللي طرع يروج لسبعة أكتوبر الإسرائيلية. تخيل ضاحي خلفان ده اللي مفروض بصراحة، أنا يعني ضاحي خلفان تمامه الحقيقي، ضاحي خلفان ده اللي لما كان هو مدير امن دبي المخابرات الاسرائيليه دخلت اغتالت المبحوح جوه دبي وخرجوا، دخلوا المطار باسلحه مطار دبي وقتلوا الراجل وخرجوا سافروا رجعوا، هو كان مدير امن. مفروض بعد حادثه زي دي خلفان كان يحط احمر ويلبس اشارب، او يحط احمر ويلبس قميص نوم احمر. انما ضاحي خلفان ولا بيعتبر ان دي كانت سبه في حقه خالص، وده اللي يؤكد لك ان ربما تكون عمليه المبحوح دي عمليه كانت بالاتفاق مع ضاحي خلفان. لانه ضاحي خلفان دلوقتي طلع يروج لحاجه جديده في 7 اكتوبر. اسمع بيقول ايه؟ هات التويته بتاعته الله يخليك. ربما سترون في 7 أكتوبر شيء ما، ولكن هذه المرة 7 أكتوبر إسرائيلية. بعد اللي شفناه من وسائل الإعلام العربية، سكاي نيوز، العربية السعودية، ضحي خلفان، الحدث اللي هي ناطقة كلها باسم الاحتلال الإسرائيلي في وطننا العربي كده، الحقيقة لازم المتحدث باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي يخاف على وظيفته، زي ما كتب الناشط الفلسطيني عقيل عواودة اللي كتب وقال تنويه على أفيخاي أن يقلق بجدية على وظيفته، ثمت بيننا من يؤديها أفضل منه وبحروف عربية مش مكسرة. على فكرة يا سيد عواودة، دول غيروه في اسرائيل، غيروا أفيخاي. دور كده بيبو هتلاقي أفيخاي أدرعي اتغير، ممكن يجيب واحد بقى من الامارات. مدام الهام، عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان اتفاقيه اوسلو كانت بتنص على حل الدولتين، دوله فلسطين ودوله اسرائيل، وكانت بتنص على وقف بناء المستوطنات الاسرائيليه. عايز اقول لك ما عندكيش حد يعمل سيرش على القصه دي يا مدام، فاحنا هنعملها لك احنا. يمكن لو انت فايقه دلوقتي يمكن تفهمي ان اسرائيل من 93 تقريبا ل 2023 بنت مستوطنات قد ايه. اطلع يا بيبو كده بالخبر 4 مرات، وبلغه الارقام تضاعف الاستيطان 4 مرات. إذ كانت تشير الإحصاءات في عام 92 إلى وجود 172 مستوطنة يقطنها 248 ألف مستوطن،
تصل إلى 444 مستوطنة وبؤرة استيطانية يقطنها 950 ألف مستوطن في عام 23 من اتفاقية أوسلو. واستغلت تل أبيب اتفاقية أوسلو للتوسع الاستيطاني بفضل ممارسات قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية وسياسات التهجيرية إضافة لاعتداءات المستوطنين. يعني بعد ما صدقناهم وقلنا أنهم عايزين سلام وبيعنا القضية وقعدنا معاهم في البيت الأبيض، وكان كلينتون الله يديله الصحة وهيلاري مراته، وكان رابين اللي اتقتل، وكان أبو عمار، ومعاهم عراب موجود دلوقتي محمود عباس أبو مازن. اقعد يا عم امضي دولتين، فلسطين واسمه ايه واسرائيل، وممنوع الاستيطان، وقف بناء المستوطنات. زادوا بقى 950 ألف مستوطن من 172 مستوطنة 92 لحد وصلوا في 23 ل 444 مستوطنة. يا مدام دبابة، يا مدام مدرعة، يا إلهام، يا بنت الناس، بدل ما تصدري في قضايا زي دي وتقولي بسيطة، مش قضية بسيطة. هو البسيط اللي انت بتعمليه، اللي انت بتعمليه إلهام بسيط، تقدر أي ست تعمله، أي ست حتى لو وحشة. بالمناسبة، شوية عمليات جراحية، شوية تزويدات في حتت، تبقى فلة، تقدر تعمل اللي انت بتعمليه، ما هي الشطارة يعني. ده بسيط. إنما التصدي القضايا فيها تضحية وشعب اتسرقت أرضه مع عدو خبيث، مش بسيطة. التاريخ اللي بيقولنا كده، خليكي في اللي انت فيه. الخلاصة إنه 7 أكتوبر أهو أبو مازن أهو كان قاعد يمضي الجاسوس. الخلاصة حضرات إن 7 أكتوبر كانت كاشفة لكتير من المواقف، وأسقطت أقنعة كتير جدا مستخبية في العالم العربي. وشوش زي وشوشنا بيكلموا بلسان نفس لساننا، بيكلموا عربي. على فكرة حتى الدين الظاهري هو نفس ديننا، لكن كل ده كان وراه حد بيقول لها بلسان عبري عشان تردد روايات العدو اللي كلها كذب وتزييف، عشان تشكك الناس في المقاومة وتصرف الشعوب العربية عن تأييدها والدفاع عن القضية دي. لكن في حاجتين مهمين قوي بيطمنوك انت لو انت واقف في الموقف ده. اول حاجة، المظاهرات اللي انطلقت في العالم النهاردة، في واشنطن، في جنوب افريقيا، في المانيا، في لندن، في برلين، في حتت كتيرة في العالم، في اسطنبول، دي حاجة تبشرك ان الاجيال اللي طالعة عرفت القضية. الحاجة التانية، احنا ليها بالمرصاد ان شاء الله هنفضل دايما صوت يدافع عن القضية دي وعن حق الشعوب العربية في الحرية والكرامة. وده يا مدام إلهام ثمنه كبير قوي، لكنه في نفس الوقت بيقض يعني مضاجع الطغاة والناس اللي ورا الطغاة اللي هم مربربين زيك كده. نطلع بفاصل قصير، نخلص بقى من مصر ونبدأ في حدوتة. عايزك تسيب اللي وراك واللي قدامك وتركز في حدوتة. لما بدأت 2013 بدأت بالفصيل الإسلامي، أي حد مربي دقنه نجري وراه في الشارع ونقول ده عدو الوطن، ولما نرتاح منهم مصر هتبقى متقدمة جدا. واصبروا معايا سنتين وهتشوفوا مصر قد الدولة قد الدنيا. لما بدأت 2013 صدر لكم السيسي ان المشكله كلها في تقدم مصر هي الاخوان اعداء الوطن، وبدا يقتل فيهم وانتوا عمالين تسقفوا. ثم بعد كده بدا ينكل بالناس اللي جابته، سواء من العساكر او من المثقفين او حتى من الناس اللي سندوه، زي مثلا حازم عبد العظيم، زي كتير جدا سندوه تم التنكيل بيهم وسجنهم. وبعد كده حضرات بدأ يرحل ويهجر ناس من بيوتها، بس ناس فقراء ريحتهم وحشة
بدأ يهجرهم من بيوتهم سواء في المنيب أو في حتت كده، وأخيرا الوراق. الوراق جزيرة. النيل في مصر يا حضرات في جزر كتيرة جدا، كتيرة قوي. في جزيرة الوراق، وفي جزيرة بين البحرين، بس في النيل في جزيرة جميلة قوي عظيمة جدا، كانت عبارة عن عشش أيام العثمانيين والمماليك والحتت دي، لحد ما جم بعد كده في يمكن بدايات القرن 19 بدأوا يبنوا فيها بيوت وفلل ويسكنها أكابر الناس. الجزيرة دي اسمها الزمالك. الزمالك كانت مكان أو مقر لسكنة أكابر البلد، اللي هي مثلا هتلاقي عيش هانم فهمي، أخوها علي فهمي كان بنى قصر على طراز أحد القصور في بلجيكا، وهو دلوقتي بقى مقر معرض للفنون. وبدأت الناس تسكن في الزمالك، الأسماء الكبيرة، حتى وزراء زي عبد الفتاح حسن وناس كتير قوي، حد ما الزمن بقى يعني كفيل بال... كان في نادي في الجزيرة دي اسمه نادي الجزيرة. النادي ده حضرات هو نادي أكابر الناس، كان أغنياء مصر كانوا أعضاء في، لأن النادي ده عملوه الإنجليز، عملوه لصفة القوم. النادي ده بعد ما حصلت 52 وتحديد قيمة الإيجارات، الجماعة بتوع الزمالك دول بقوا غلابة. صحيح ولاد ناس، ما حدش ينكر، إنما بقوا غلابة، لأنه اللي عنده عمارة في الزمالك بقى إيجار الشقة 3 جنيه وحاجات كده و4 جنيه. كل اللي تبقى ليهم بس أصول عرقية حلوة، اسماء عائلات جميلة، لكن لا شيء، يعني مش أغنية يعني. يعني عندنا سفاحين في مصر زي إبراهيم العرجاني، محمد رمضان، إنما سكان الزمالك دول ناس عادية جدا، يعني مستوى اقتصادي عادي، مش أغنية، مش فقراء، لكن مش أغنية. هم يملكوا بس مجد قديم، مجد قديم أهي جزيرة الزمالك. الجزيرة دي حضرات بتبدأ من البرج ده، شيراتون، برج الشيراتون ده، وتنتهي بقى هناك خالص شمال القاهرة. ده برج الشيراتون أو الفندق ده يعني. ثم هتلاقي بقى هناك ملعب الأهلي، أهو ملعب النادي الأهلي للرياضة البدنية. وتفضل ماشي، خليك معايا معلش، ممكن أقوم معلش، ممكن أقوم خليك معايا بقى وتابع كده، الله يخليك. الجزيرة دي، جزيرة الزمالك، بتبدأ من البرج ده وانت جاي من جنوب، بتبدأ من البرج ده. البرج ده زي ما قلت لحضرتك هو فندق، وده اتبنى في التسعينات. وبعدين تمشي فيها شوية كده تلاقي هنا القبة السماوية. القبة السماوية دي حضرات كانت المقر اللي الملك يقعد فيه عشان يتفرج على التشريفات الرسمية. لكن كان فيها حاجة اسمها متحف الحضارة، كان هنا، وكان في الحتة دي بيتعمل معرض السنوي بتاع القاهرة، معرض الزراعي الصناعي، الحاجات دي كانت في المكان ده. وبعدين كان قدامها في الحتة دي، كان قدامها مدينة الملاهي اللي صور فيها عبد الحليم حافظ فيلم يوم من عمري، اللي غنى فيها عبد الحليم ضحك ولعب وجد وحب مع منير، لحن مريم مراد، مع سهير البابلي وزبيدة ثروت وعبد السلام النابلسي. ثم بعد كده في الثمانينات اتعمل مبنى الأوبرا الجديد اللي هو ده. لكن من زمان قوي، من 1907، اختارت مدارس المعلمين في مصر حبت تعمل نادي يجمع الطلبة على الوطنية، سموه النادي الأهلي، واختاروا المقر ده في الجزيرة وأجروا الأرض دي، أرض النادي الأهلي للرياضة البدنية. حقيقة جزيرة عظيمة جدا. تفضل ماشي في الجزيرة دي، أهو ده النادي الأهلي للرياضة البدنية. الجزيرة دي فيها كمان نادي المعلمين، أو كمان نقابة المعلمين، وفيها حمام سباحة لتعليم الناس العادية، حمام سباحة بتاع وزارة التربية والتعليم. فيها حاجات كتيرة جدا الجزيرة أقدر أكلمك يعني عنها، تقريبا ده نادي المعلمين. فيها الجزيرة دي عد عليها في السبعينات كوبري أكتوبر، يقطعها كده بالعرض
والناحية التانية اتبنى مبنى التلفزيون في الستينات، ومبنى وزارة الخارجية بعد كده في التسعينات بنته المويل العرب، ثم مبنى بنك البنك الأهلي المصري، ثم أبراج سويلس النايل سيتي دي اتبنت بقى في أواخر التسعينات والألفينات. النايل سيتي دي أبراج سويلس، قدامها هنا منطقة اسمها رملة بولاق. المنطقة دي كانت هي المينا الرسمي للقاهرة، يعني البضائع تيجي في النيل من الصعيد بلح غلة أو صابون أو حاجات كده، وتنزل هنا وتتوزع على القاهرة انطلاقا من شارع أبو العلا اللي هو 26 يوليو. الجزيرة دي زي ما فيها، زي ما قلت لك، فيها قصر عيش هانم فهمي، وفيها النادي الأهلي، وفيها المبنى الأوبرا الجديد اللي هو كان الملك فاروق بيطلع هنا في المبنى ده عشان يقعد في الدور الأخير ده عشان يشاهد الاحتفالات بالمولد النبوي وغيره. أنا في بداية حياتي كنت موظف في الدور ده بالظبط في المبنى ده، كان مكتبي، مش مكتبي يعني، مع ناس كتير، كان في الدور ده بالظبط. كنت بطلع في الأسانسير اللي بيطلع فيه الملك فاروق، أو اللي كان بيطلع فيه الملك فاروق. لكن لو كمل بقى انزل تحت، لو كملنا بقى الجزيرة دي لآخرها، هنلاقي فجأة في السبعينات أو في سنة من السنين طلع البرج ده خازوق بلا أي معنى، لأنه زي ما قلت لحضرتك هنا النادي الأهلي، بس في كام نادي تانيين، هنا نادي الجزيرة أهو، وفي بقى ملاعب كرة قدم كده اتعملت ملحقة بنادي الجزيرة، لكن الأساس نادي الجزيرة. في الشارع ده تحديدا كان يسكن الفنان أحمد شفيق أبو عوف، كان عايش في فيلا بتاعة خواجة سويسري اسمه، اتقتل فيها الخواجة ده في الفيلا دي، لكن الفيلا تهدت واتبنى مكانها بنك قناة السويس. لكن في نفس الجزيرة دي كانت ساكنة الست أم كلثوم، وتهدت الفيلا بتاعتها واتبنى مكانها بنك أو عمارة سكنية مودرن. لكن خلينا في البرج ده اللي بيطل على نادي الجزيرة. ده نادي الجزيرة، نادي الجزيرة ده نادي كان عامل مشكلة لعبد الناصر، لدرجة أنه في أحد خطبه أو أحد جلسات مجلس الوزراء قال لهم أنتوا بتروحوا تاخدوا الكلام اللي بيتقال في نادي الجزيرة، مصر زي ما فيها نادي الجزيرة فيها كفر البطيخ. كانت مشكلة عبد الناصر الناس اللي بتقعد في نادي الجزيرة وتتكلم. وفي النادي ده كان عضو فيه الإليت بتاع القاهرة، اللي كان منهم الكاتب الكبير حسن عبد القدوس، حسن عبد القدوس. ومن حكاوى النادي ده عمل أحداث حسن عبد القدوس كتير من رواياته، لأنه رواياته أبطالها كانوا من نادي الجزيرة. فوجئوا بقى سكان الجزيرة، سكان الزمالك دي، بالبرج ده. ايه بقى قصة البرج ده؟ هروح اقعد بقى نفتح البرج وقصة البرج واللي هنشوفه من ورا البرج، عشان بس ايه ما تقولش ان سكان الزمالك دول، كان على فكرة من سكان الزمالك كان احمد رمزي، الفنان حسن الامام وولاده حسين الامام وزيزي ومودي الامام، كان من سكانه كمان الاستاذ الكبير حسين مؤنس، وانا رحت بيته قدام فندق اطلس في الزمالك. كان من سكان الزمالك ايضا ناس كتيره جدا، عيله القوم في مصر، ناس جميله قوي بس مش اغنية. البرج اللي انا شاورت لك عليه ده هو اسمه برج فودة، حاجه كده لما تشوفها تفكرك بابراج اوروبا، تصميم معماري جميل، موقع على النيل مباشرة بيطل على نادي الجزيرة. نسيت أقول لك إنه في هناك حديقة الأسماك في الزمالك، وفي حديقة الخالدين، وفي حديقة الأندلس اللي كان بيتعمل فيها حفلات وتتذاع على الإذاعة على الهواء مباشرة. البرج ده بيطل على نادي الجزيرة ونادي الزمالك. ده برج فودة أهو، شوف يا ريس حاجة، شوف البرج الجزيرة هناك اهو، من فوق برج الجزيرة، الله الله على سحرها. ده عبد اللطيف التلباني. خلاص الصورة دي قديمة بقى، هتقول لي قديمة ليه؟ هقول لك ما اتشالت العوامات دي. انت شايف الاشجار دي من حديقة الاسماك، شوف البرج، الزاوية بتاع التصوير دي من حديقة الاسماك،
شايف البرج؟ صاحب البرج ده اسمه خالد فودة، مهندس بيمتلك الأرض اللي عليها البرج. بعد ما زار أوروبا كان عنده تشويش يعني، فكر أنه ينشئ أول ناطحة سحاب في مصر وتكون فندق مكون من 50 دور. بالفعل أخذ موافقة السادات، الكلام ده كان سنة 74. السادات لما كان يتبع له فكرة قال له زي أوروبا، بس خلاص دي الكلمة الساحرة. كان متحمس السادات للفكرة جدا. ده مش أنا اللي بقولته، ده اللي قالته صحيفة اليوم السابع في الخبر ده. قصة البرج الغامض بالزمالك على مبنى مهجور، على مبنى بالقاهرة مهجور من 20 سنة، الكلام ده كان 2018. ومالكه حلم السادات لم يتحقق بسبب الروتين، وأنفقت كل أموالي على المشروع والمحافظة سيسبب أزمة في المرور. الحقيقة أنه البرج اللي هو زي أوروبا اتعمل في جزيرة ما كانش ينفع فيها البرج ده خالص معماريا. أنا بحب العمارة جدا معماريا، معلش والنبي يا بيبو الله يخليك هات لي منظر الزمالك تاني كده. لا، المنظر الأولاني اللي انت جبته في الأول الجميل بتاع الجزيرة كلها، هل يجوز انك انت في جزيرة زي دي تعمل برج بالشكل القبيح ده على أساس انه في أوروبا؟ أوروبا ما بتعملش كده. أوروبا الألترا مودرن أو المودرن بيتعمل برة على أطراف المدن. بص يا بيه الجزيرة، بص الارتفاعات في الجزيرة بتاع المبنى عامل ازاي. المبنى الوحيد اللي مرتفع فيها هو برج القاهرة، وده عمله عبد الناصر وله قصة كبيرة نبقى نحكيها بعدين. لكن هل يجوز انك انت في مكان اخضر زي ده مليان بالملاعب اللي انت شايفها دي؟ شوف الاخضر مجموعة ملاعب واندية وبتاع، هل يجوز انك تعمل خازوق بالشكل ده؟ والمهم ان في الخازوق دي بقى مفيش فيه جراج. الخازوق ده كله نسي يعملوا جراج. الله، طب انت بتطل على شارع، ما هو انت وانت معدي في الشارع ده هتكسر يمين اجباري، هتلاقي على شمالك نقطة شرطة الجزيرة. أنا بقولك على حتة أنا حافظها زي إيدي، عشان تطلع على شارع البرازيل ماشي. طب أنت وأنت ماشي كده كنت أقعد أسأل نفسي سؤال، حمار مين عمل البرج ده؟ مع إن اللي جنبه كلها كانت فيلل طبعا اتهدت واتعملت، بس مش عالية كده. وحمار مين يعمل برج زي ده 50 دور ما فيهوش جراج وإزاي توافق عليه؟ بس البلد سبهللة. السؤال بقى، طب ايه اللي وقف استكمال اعمال الانشاءات في برج فودة وخلاه مهجور لاكثر من 50 سنة؟ كلمة السر هي النظام. ما هو النظام في مصر هو سبب خرابها. العسكر لما مسكوا البلد في 52 كانوا شايفينها زي السيسي كده سبهللة، ومفيش حاجة تقدمت، بل بالعكس كل شيء اتأخر. السبب في وقف المشروع ده هو رجال الاعمال. رجل اعمال كان موجود في عصر مبارك اسمه حسين سالم. شوف الملاعب الأخضر، شوف الملاعب. أنت متخيل برج زي ده لو اللي هيرتدوه 10,000 واحد 5,000 عربية فيهم، مش 10,000 عربية، هيكونوا فين؟ تخيل برج زي ده ما فيش جراج. إنما البرج ده وقف أيام مبارك عشان واحد اسمه حسين سالم كان طمعان في الاستيلاء على المبنى. مش كلامي ده، كلام المصري اليوم. أسرار برج الزمالك الغامض، الفندق الذي جمده حسين سالم 15 سنة. تخيل 15 سنة. على فكرة في كلام أنه خالد فودة ده الكسب غير مشروع، حط إيده على فلوسه. كلام حكاية تاريخ إنشاء ناطحات السحاب العملاقة دي والعراقيل اللي وضعتها قدامها عشان ما تكملش في صورتها النهائية. أنا ما أعرفش إيه صورتها النهائية، وإن حسين سالم كان هو السبب في إيقاف المشروع ده لخصناها لك من الجراف ده. الجراف يا في حضرات، قصة أقدم ناطحة سحاب، ناطحة سحاب دي 50 دور. أولاً البداية والأزمة، برج فودة هو أول ناطحة سحاب يعني بيتم إنشاؤه في القاهرة. صاحب البرج والمهندس خالد فودة، وتم إنشاؤه كفندق بمباركة السادات. بدأت الأعمال في البرج سنة 74، اتوقف العمل فيه سنة 89 في عهد مبارك بقرار من حي غرب القاهرة. القرار كان وقف الأعمال بدعوى سقوط التراخيص لعدم الشروع في البناء. بعد رفع دعوى قضائية من مالك العقار حكمت المحكمة باستكمال المبنى. ثانيا النزاع مرة تانية، وقفت محافظة القاهرة أو وقفت حائل في توصيل المرافق للمبنى، لا كهرباء ولا مية. محكمة جنوب القاهرة حكمت
بإلزام الحي بتوصيل المرافق. محافظة القاهرة ما سكتتش، اختلقت سبب آخر لوقف المشروع وهو عدم وجود جراج، وعندها حق بصراحة. اتقدم مالك العقار بأربع اقتراحات لإنشاء جراج. أنا بقى اللي هيجنني، من سنة 90، سنة 91 كنت أقعد في مكاني في أرض المعارض القديمة أو في الأوبرا الجديدة دلوقتي، وأقعد أبص على البرج وأقول لزميلاتي في المكتب، لأنه كان عندي 13 زميلة، أقول لهم إزاي المحافظة وافقت على مبنى زي ده بدون جراج؟ أنا اللي هيجنني إزاي بقى مين اللي وافق لمبنى زي ده 50 دور يبقى مفيش جراج فيه؟ طب الناس اللي هتتعامل مع المبنى ده تركن فين؟ ده سؤال طبيعي. لا مفيش جراج يا بيه، مفيش جراج. لا هات البتاع تاني، الله يخليك، هات الجراف تاني، انت بتستعجل ليه كده قوي؟ الجراف يا بيه، الجراف، الجراف ابوس ايدك اهو. تقدم مالك العقار باربع اقتراحات لانشاء جراج واترفضوا كلهم. مالك الفندق بيقول في النهاية اكتشفنا انه سبب توقف الاعمال هو قرار المبارك. تالت حاجة بقى دور حسين سالم. حسين سالم حب يستولى على البرج مقابل انه يسدد ديون خالد فودة للبنوك. رفض حسين سالم الدخول في خالد فودة، قال لا تبقى شريك، قال له لا تديني البرج كله. ليه؟ قال له كده. بعد رفض فودة التنازل على البرج توقف العمل به نهائيا. حصل فودة على أحكام بالتعويض لكنها ما تنفذتش. الله، طب ايه اللي بخلينا نفتح الموضوع ده بقى؟ اللي بخلينا نفتح الموضوع ده ونسيب أو نركن النهاردة، أهالي الوراق، الغلابة، الفقراء اللي مستولين على أرض بالعافية تعدي على الدولة، أراضي الدولة، اللي خلينا النهاردة نقف جنب أبناء نادي أو حي الزمالك، الناس الكمل، الناس الجميلة. أنت مسك ما عشتش في الزمالك، أنت تشوف في الزمالك ريحة مصر الجميلة. والله العظيم أنا ماليش حد في الزمالك إلا كان أصدقاء كده، كان الواحد يروح يزورهم ويقعد يتمشى في الزمالك بالليل، حاجة حلوة، حاجة تفكرك بطه حسين والعقاد ونجيب محفوظ، حاجة تفكرك بمصر الجميلة. اليومين دول بقى اتفتح موضوع البرج ده تاني، وجات لنا رسالة من واحد من قاطني نادي جزيرة الزمالك وقعد في نادي الجزيرة. أنا أصل دخلت نادي الجزيرة ده كتير، دخلته كضيف زائر. كان الله يرحمه حسين الإمام لما يحب نجتمع أو نقعد معاه نروح له نادي الجزيرة، وعنده دفتر كده للزوار، نقطع الدفتر ده، ده زائر، خش بقى نقعد مع حسين في النادي الاجتماعي أو قدام حمام السباحة. لكن أنا عمري ما كنت عضو فيه. ليه؟ لأن ما كنتش من الناس دي أصلا، بس كنت بحبهم جدا. واحد بقى من أعضاء نادي الجزيرة بعت لنا رسالة بيتكلم فيها عن المشكلة المثارة حاليا حول البرج ده وفكرة النظام لإنشاء جراج للمبنى. إيه بقى الجراج؟ فين الجراج ده؟ هنا بقى يجي نادي الجزيرة. أدي الرسالة. برج هدى في الزمالك اللي كان مخالف واعتقد من الثمانينات او التسعينات واحنا شباب كان عليه مشكله، وخصوصا ملوش جراج واصبح مهجور وملوش حل. اعتقد كان في محاولات ياخدوا ارض كبيره خضراء من نادي الجزيره يبنوا عليها جراج اما فوق الارض او تحت الارض، وقوبلت برفض تام من مجلس الاداره كل مجالس الادارات اللي حلت على نادي الجزيره رفضت الاقتراح ده. كان في اغراءات ان جزء من الجراج يكون لصالح اعضاء النادي اللي هم بيعانوا من ان مفيش انتظار، لانه الباركنج جوه النادي ضيق على عدد العربيات. عموما النهارده لقيت تعليقات كتيره واخبار على صفحات النادي معترضين على خبر بيقال عليه مجرد مقترح، ولكن يبدو ان في اجتماع هينعقد بناء على توجيهات رئاسيه لحل مشكله البرج، وموضوع الجراج يبقى أكيد في حد اشترى البرج، ومهمة الأجهزة أنها تسهل على المالك الجديد حياته. يبدو أن المقترح أنه يبنوا جراج للبرج تحت الأرض من عدة طوابق، وده هيخلق مشكلتين أكبر بكتير. طبعا اختراق مروري في الشارع اللي بيؤدي لنقطة شرطة الجزيرة اللي أعتقد كمان هينقلوها، لكن الأخطر لو تذكر في التسعينات انهيار سقف الجراج اللي تحت الارض الهيلتون النيل
في ميدان التحرير بسبب تأثر خرسانة السقف بالمية اللي كانوا بيسقوا بيها الزرع اللي تبع الفندق. طبعا تخيل على مستوى أضخم في مساحة أرض كبيرة بها ملاعب وحدائق بتروى بصورة دورية، وبالطبع اعتقادي إنه هيمنعوا ري الأرض ويقترحوا إن المنطقة دي تتحول لأي حاجة تانية مع الوقت ويتاخد جزء إضافي من مساحة خضراء كنا بنشوفها من فوق من برج القاهرة على الأقل، بدون الدخول في إنها مناطق لها ذكرياتها كجزء من تاريخ الزمالك. طبعا موقف مجلس الإدارة غير واضح والأعضاء مصدومين، لأن دي آخر أرض خضراء كانوا بيعتبروها ملاذ ليهم ولأبنائهم وأطفالهم. في النهاية هو جزء من التعديات اللي بتحصل. ومن المفارقات إن أحد أصدقائي بيحكي لي، فقلت له أنتوا زعلانين ليه؟ أنتوا اتفرجتوا على تعديات الوراء ومطروح والعريش والجيزة وما فرقش معاكم، وده دوركم بكل أسف. إحنا سميناه عصام من القاهرة، وفعلا لقينا كلام الراجل ده صح، وإنه بعد الكلام عن اقتطاع جزء من أرض نادي الجزيرة لإنشاء الجراج أعضاء النادي غضبوا جدا من الكلام ده وحشدوا بعضهم للتصدي لمخططات تدمير نادي الجزيرة. أدي الخبر أهو، غضب وحشد لأعضاء نادي الجزيرة لمواجهة مقترح اقتطاع أرض النادي لجراج برج فودة. على فكرة ده النادي، ده مبنى النادي من جوه، كنت أقعد أهزر مع حسين وأقول له ده مبنى سكة حديد يا حسين. المدير التنفيذي للنادي دعا في منشور لي على صفحة النادي، دعا الأعضاء للوقوف في وجه مشروع الجراج والحفاظ على أراضي النادي العريق، وهي مساحتها 84 فدان ومملوكة بالكامل للنادي بحق انتفاع. من إمتى بقى؟ من أيام الخديوي إسماعيل. أدي البوست يا حضرات. السادة أعضاء نادي الجزيرة الأعزاء، من واجبي كعضو نادي منذ الطفولة ومن حسن حظي أني تشرفت بخدمة النادي عامين ونصف كمدير تنفيذي في فترة عصيبة بسبب وباء كورونا، وكذلك تنفيذ حكم المحكمة بحقية النادي في ترسيم حدوده بالكامل قرابة 84 فدان واستلام أرض النادي بالكامل وترسيم حدوده بعد سعي المحافظة بالتعاون مع مركز شباب الجزيرة لوضع اليد على 23 فدان من أرض النادي. ومن هنا استدعى الأمر أن أطالب جميع أعضاء النادي بالاتحاد معا ونبذل خلاف على الانتماء لأي طرف، وفقط الالتفاف حول نادي الجزيرة وحماية أراضيه وحقوقه، وبالتالي في التصدي للخطاب الوارد للنادي لإقامة جراج لخدمة المبنى المخالف المقام أمام باب الفروسية للنادي، والذي تم التقاعس في تنفيذ حكم إزالته من زمن بعيد. ومن واجبي أن أفيد سيادتكم بأنه لدى النادي في ملف قضية ترسيم حدود النادي التي فاز بها النادي ما يفيد أن حق الانتفاع للنادي الأرض وإجمالي 84 فدان محدودة الحدود، وهو حق انتفاع لا ينتهي وغير محدد المدة من أيام الخديوي إسماعيل، وبقيمة قرش ساغد المتر، حيث أن أرض النادي كانت ضمن حديقة قصر الخديوي إسماعيل اللي هو فندق ماريوت دلوقتي. نسيت أتكلم على فندق ماريوت ده. لذلك ومقابل هذا المستند الصادر عن إحدى الدوائر القضائية في شكل حكمها نهائيا بصيغته التنفيذية والتي فاز بسببه النادي بقضيته ضد محافظة القاهرة، وفيه توضيح حق الانتفاع للنادي وقيمته، وبذلك لا يحق لأي جهة كانت الطعن على حكمها على حكم المحكمة عند تقديم هذا الحكم. لذلك لابد وأن نتعاون جميعا مع القائمين على النادي والوقوف معهم لحماية نادينا إن شاء الله. أعضاء النادي الحقيقة في تعليقاتهم على اللي بيحصل قالوا إن الدولة بتتصرف في إنشاء جراج تتصرف بعيد عن أرض النادي، وإن الأمر تم فتحه من جديد لأن المبنى تم بيعه لمستثمر كويتي. ده كلام الناس مش كلامي أنا. أدي السكان هم، ده فعلا معناه مساحة أكبر بكتير من أرض النقطة، نقطة شرطة الجزيرة، لكن ده معناه برضو الاستحواذ على الأرض العامة من شوارع وأرصفة وخلافه. ولا ننسى أن كل هذه المناطق مزروعة بكل أنواع المسارات للخدمات العديدة زي المية والمجاري والكهرباء والغاز والتليفون. أدي عضو تاني، إذا تم الإصرار على إنشاء جراج بهذا البرج العجيب وبالرغم من اعتراضي على الكثافة المرورية المتوقعة في الزمالك وتحويل الحي إلى عتبة جديدة، حي العتبة يعني،
فيكون الحل الأخير هو إزالة نقطة شرطة الزمالك اللي هي عليها الرسم الهندسي ده، وإنشاء جراج أسفل الأرض يخدم البرج فقط دون المساس بنادي الجزيرة أو حديقة الأسماك. أدي محمد قال برج سكني كبير نصف فندق بموظفين ورواد في قلب منطقة سكنية بالكاد تكفي شوارعها، فين الشوارع التي سوف تم تستوعب السيارات قبل ما تدخل الجراج وبعد ما تخرج من الجراج؟ كثافة بمرورية تخنق المنطقة، وبعد شوية نحتاج كباري وأنفاق في المنطقة عشان نقلل التقان المروري. كمان مجرد تساؤل، اللي يدفع فلوس كتير لشراء برج زي ده هيدفع ويشتري عشان يفضل برج مهجور ولا عنده ضمانات؟ وبالتالي أصبحنا بنتحرك في الوقت الضايع. وهل برج سكني أو فندق بيعتبر مشروع قومي يفرض على النادي أنه يتنازل عن مساحة مهمة من أرضه لإنشاء جراج؟ طب الجراج اللي تحت الأرض مش هيحتاج خدمات تشغيل وتهوية من فوق الأرض؟ يعني ما ينفعش يتزرع فوقه؟ ما الذي يفرض على النادي مثل ذلك الوضع؟ ده اللي قاله أحد أعضاء نكمل برضه نور يا عزيزي. المساحة القابلة للاستغلال بأرض النقطة هي 740 متر مربع، والبرج أيضا يصل تقريبا لنفس هذه المساحة. لو فرضنا جدلا أنه سيتم بناء جراج بأرض النقطة شرطة الجزيرة، سوف تحتاج لأكثر من 10 طوابق تحت الأرض لتكفي خدمة برج العار، وده طبعا مش معقول. سيبك من الفكرة دي لأنها كانت الفكرة القديمة من عشرات السنين اللي هي فكرة إنشاء الجراج على نقطة شرطة الجزيرة. عزيزي منصور، المسطح المقترح بعرض الشارع بأكمله وحتى سفارة ألمانيا وليس فقط تحت نقطة شرطة الجزيرة، يعني منصور إلى آخره اللي بعده دي تفاصيل. نور بيك حضرتك التوجهات واضحة، أسفل أرض نادي الجزيرة، نحن المعنيين بالأمر. حازم قال ده مقترح فقط الآن، ومن المهم حاليا ابدأ المقترحات الفنية. نادي قالت لا وألف لا لهذا المشروع، لأن هذا البرج مخالف لأحكام القانون البناء، لأنه كان يتعين على البرج أنه يوفر في الجراجات يناسب عدد الوحدات. أسامة قال ده كلام في الصميم، صاحب العزبة مع الملاك الجدد عاوزين الجراج. مين صاحب العزبة يا عثمان؟ سالم قال لك سؤال، هم هيقبضوا كم من المستثمر الكويتي؟ الحل هو إزالة البرج وليس البحث عن حل مشكلته. محمد قال لك اللون الأخضر بيضيق يأجوج ومأجوج مصر الجديدة والشيخ زايد وحديقة أنتونيادس في اسكندرية، حتى شارع جامعة الدول العربية بعد التطوير تم رصفه وتركيب انترلوك بالكامل بدون نية لزرع شجرة واحدة. البرج الخازوق بتاع الزمالك، جميلة بتقول هل ممكن نوصل لعمرو أديب في التلفزيون عشان نطرح موضوع برج العرب؟ بدأوا يدوروا على إعلاميين يسندوهم. أيمن قال لك السؤال ما علاقة نادي الجزيرة ببرج فودة؟ طب بس معلش خلينا مع جميلة، ما ممكن نوصل لعمرو أديب. هات اللي بعده يا جماعة. شوفوا ان عمرو أديب قامت ردت نيفين قالت لك سمعت ان لميس اتكلمت، عمرو أديب السعودي امبارح كان بيحتفل بدور السعودية في حرب اكتوبر مش فاضي. في ناس بتقول اعلى مؤسسة في مصر هي اللي فرض ده على النادي، يعني الرئيس ومكتبه سابوا الحدود وما يحدث في المنطقة ومركزين مع نادي الجزيرة وجراج عمارة مخالفة، مش صعبة شوية؟ عندك حق والله، او عندك حق يا إيمان. اي حاجة تغضب ربنا وتخرب البلد احنا بنعملها وبندعمها وبنقف وراها. مين فاكر؟ انا فاكر. ميمي قالت ده واحد قابض. ماري قالت ممكن يتعمل هاشتاج قوي والناس كلها تعمل شير هيوصل لأعلى مستوى. ماري برضو بتقول طب شوفي يمكن يكون عضو في النادي او اي حد في الاعلام. محمد قال كل الشخصيات اللي بتكلموا عليها مش عارفة المشكلة بالتفصيل، لو في حد فيهم شايف انه ينفع يتدخل كان عملها بنفسه. أحد أعضاء النادي شرح صلى على النبي لو مسلم مجد سيدك لو مسيحي أزأز ذنب لو مالكش دين. لغاية هنا اللي فهمناه إن في برج مهم في الزمالك واقف واتفتح الملف بتاعه تاني بعد ما دخل مستثمر كويتي على الخط وهيقتطع جزء من أرض نادي الجزيرة غصب واقتدار. الناس فاهمة كده، وفي ناس تانية بتقول ده العرجاني في الموضوع، لكن في الأخطر. كل ده كلام، مستثمر كويتي العرجاني اشترى البرج، ده كل ده كلام. خينا في الثابت، خينا في ابو ورج. الاخطر ان السيسي دخل في الحوار. هتقولي ايه اللي جاب سيره السيسي؟ اسمع بس وطول بالك،
ما انا قايل لك يا ابن عمي خد حقك صبر. السيسي امر بعقد اجتماع في قصر الاتحاديه لبحث مشكله البرج وتنفيذ الجراج ليه ودراسه ايه اسباب توقف البرج. مش كلامي ده، كلام جريده الشروق. اجتماع رفيع المستوى لمشروع جراج برج الزمالك المهجور. اديني تفاصيل يا بيه، اديني تفاصيل الله يكرمك. دعا اللواء امير السيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه بلح بيه الى عقد اجتماع برئاسه الجمهوريه. اجتماع برئاسه الجمهوريه مش اجتماع بمبنى محافظه القاهره. عارف مبنى محافظه القاهره فين؟ يا هلا، مبنى محافظه القاهره في عابدين قدام قصر عابدين. الاجتماع بقى مش في مبنى محافظه القاهره، لا، ولا في مبنى حي غرب القاهره، لا، صدق لا، ولا حتى في بيت احد اعضاء الحته دي او العب ده او التمن ده من مجلس الشعب، لا خالص، ده في مبنى رئاسه الجمهوريه. معلش نرجع لقرار الشروق تاني. الشروق، الشروق يا بيه، هو انت يا اما تبطئ يا اما تستعجل قوي يا بيه؟ ما تظبط يا بيه. بص ارجع للتفاصيل. الجمعه 4 اكتوبر، الجمعه ايه 4 اكتوبر، انا قلت اصبروا عليها سنتين. دعا اللواء امير سعيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه الى عقد اجتماع برئاسه الجمهوريه خلال الشهر الجاري لمناقشه مقترح تنفيذ جراج. هو البلد فاضيه؟ هو واوضحت الدعوه الموجهه الى وزارات الاسكان والتنميه المحليه والشباب والرياضه محافظه القاهره ونادي الجزيره. يعني ده اجتماع في رئاسه الجمهوريه بقى؟ ليه؟ ليه؟ ليه كل ده؟ ده محافظه القاهره تقوم بيه. حد هيقول لي ما يمكن تجربة الشروق دي بتهبد. سوري بس ركز معايا بقى، الاجتماع ده كان بتاريخ كام؟ 4 اكتوبر. نشوف كده الخطاب اللي نص. ايوه، رئاسه الجمهوريه، التاريخ اللي فوق كام يا بيه؟ 2/10. السيد اسامه سعد، ده كان ليه صاحب اسمه اسامه سعد، ما اعرفش يعرفني دلوقتي ولا يستنكر وجودي، ما عنديش فكره والله. السيد اسامه سعد، خش يا اسامه بيه، خش يا اسامه بيه، امين عام مجلس الوزراء، تحية طيبة بعد، بالإشارة لكتابنا رقم 1182 بتاريخ 24/12. كم يا فندم؟ كم يا فندم؟ لا لا، نركز شوية مع بعض. ما هو أبوها وأمها تواريخ. أبوها وأمها إيه؟ تواريخ. الخطاب ده بتاريخ كم معلش؟ 2/10/24. فوق أهو، صادر وارد، انزل بيه، انزل تحت. تاريخ 2/10/24 فوق اهو قدامك اهو، البوكس اللي فيه ارقام كتيره ده، بالاشاره الى بقى تحت بقى، بالاشاره لكتابنا رقم 1182 بتاريخ 24/12/23 والمتضمن توجيهات السيد رئيس الجمهوريه. يخرب بيتك فاضي، بشان مقترح دراسه مقترح تنفيذ برج فودة. يعني السيد بلحه بتاريخ 24/12/23، احنا في سنه شهر كام يا اولاد؟ احنا في شهر 10. يعني 24/12 ل 24/10 كم شهر يا ولا؟ قفل 10 شهور قفل. بلح من 10 شهور ساب بقى الاقتصاد وساب الليله الزرقاء دي وقعد يحل، يقول لهم شوفوا لنا حل في جراجات برج الفؤاد، برج فوق ده. تخيل الفراغ، تخيل الفراغ. بالإشارة إلى كتابنا رقم، ده السيد أمين عام مجلس الوزراء، ده موجه يعني رئاسة الجمهورية بعتت لمجلس الوزراء بتاريخ 24/12/23 رسالة رقم 1182 المتضمن توجيه السيد الرئيس الجمهورية بشأن دراسة مقترح تنفيذ جراج برج فودة الكائن أمام نادي الجزيرة بالزمالك أسفل أرض نادي الجزيرة دون أي أضرار النادي، أسوة بالوضع القائم بحديقة الهايد بارك في لندن، برجاء التكرم بالإحاطة بأنه تقرر عقد اجتماع بمقر رئيس الجمهورية قصر الاتحادية في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 13/10
بحضور كل من وزاره الاسكان، التنميه المحليه، شباب الرياضه، حافظ القاهره، يروحوا من؟ يعني الموضوع مش هبد. السيسي بذات نفس شخصيته بتاريخ 24/12/23 مهتم بالموضوع. يعني الموضوع كبير. يعني الموضوع فيه فخده كبيره. لكن السؤال الاهم هو فين عضو مجلس الشعب عن مستقبل الوطن اللي عن الدايره دي يتدخل ويمنع الكارثه دي؟ واللي هو ما يعرفناش الا وقت ما يحتاج اصوات الناس. هنشوف التعليقات كده. امينه، البرج المشؤوم بيتعمل اجتماع رفيع المستوى، فين الدكتور عضو مجلس الشعب ممثل دايره قصر النيل؟ حد بلغه؟ واصل دايره قصر النيل دي ماسكه لحد شارع الجلاء. ده كان بينزلها هشام مصطفى خليل. ابن الدكتور مصطفى خليل كان بينزل الدايره دي وكان بياخدها كده، كانت محجوزه الدايره دي للناس الطريه. قالت لك فين هو؟ ولا دول بيطلعوا يلموا اصواتنا؟ انتوا في الزمالك يا بيه، يا هانم انت في الزمالك. كده انسى. كده يا هانم السيسي في الموضوع. وانتوا عارفين انا مش هقول لك، السيسي بيبيع رخيص. ومش هيهمه ارض او مقابر، ده بيه ما هموش مقابر. مقابر كبار البلد في مصر ما همتوش. ده بيه ما هموش ارض راس الحكمه ولا تيران وصنافير ولا جزر. انما اللطيف ان لميس الحديدي طلعت تتكلم عن الموضوع ده وقالت ايه؟ يا ريت تسيبوا لنا قطعه ارض خضراء من غير ما ايديكم تشوهها. خش على لموسه لميس الحديدي. ما هي قصه اعاده احياء مشروع جراج الزمالك؟ لقد رفض شعبيا عندما كان مقصده حديقه الاسماك من سنوات، والان يطرح من جديد اسفل نادي الجزيره، فتقطع الاشجار وتبور الارض فقط لتشغيل برج سكني مهجور منذ عقود. انتهكت الزمالك الجميلة وتحمل سكانها. أرجوكم أرجوكم اتركوا لنا حتة أرض فاضية خضراء دون عبس. هو ده يا لميس اللي ربنا قدرك عليه؟ هي يا لميس ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ما شفناكيش يا لميس بتدافع عن الوراق، كنت بتبرري للنظام اللي بيعمله في الوراق. شوف لميس، لميس الحديد الوراق قنبله موقوته والحكومه تدخلت لمنع التعدي على اراضي الدوله. اشمعنى ارض نادي الجزيره بس اللي بتدافع عنها؟ هل لميس طلعت تهاجم هدم مقابر الامام الشافعي؟ المقابر اللي كان فيها مقابر السيده نفيسه اللي كان فيها الدكتور اسمه ايه ده؟ يحيى حقي او الاستاذ يحيى حقي، طه حسين، مقابر الامام الشافعي اللي اسره اسمها ايه؟ آلة ثابت، عندهم هناك مدفن عمره 100 سنة. 100 سنة. علاء مبارك طلع يشتكي يا عيني زي الغلابة ويقول مدافن عائلة ثابت بالإمام الشافعي من ضمن مدافن أخرى يتم نقل رفات الموتى للأسرة غدا مع إزالة المدفن. شيء محزن ومؤلم على النفس أن يتم نقل الرفات وإزالة مدافن تجاوز عمرها 120 عاما من أجل عمل مشاريع توسعية دون أي مراعاة لحرمة الموتى. حضرات أعضاء نادي الجزيرة، أنا قلبي معاكم والله العظيم، وضد المساس بنادي الجزيرة مع أني لست عضو فيه، إنما ضد المساس بالحاجات دي. بس عايز أقول لحضراتكم أن الزحف السيساوي الشرس مستمر من رأس الحكمة للوراق لبتوع المنيب لنادي الجزيرة للمعادي للمقابر. مناطق لا يجمعها مع بعض إلا حاجة واحدة بس، الباسبور المصري. إيه اللي يجمع بتوع الوراق على النادي أعضاء نادي الجزيرة؟ الباسبور المصري. إيه اللي يجمع بتوع المعادي اللي تهجروا من بيوتهم ومن عماراتهم عشان يوسوسع الحاجات؟ الباسبور المصري. إيه اللي يجمع الموتى في المقابر بتاع الإمام الشافعي أو مقابر السيدة نفيسة؟ الباسبور المصري. السيسي حضرات هجر سكان رأس الحكمة منها عشان خاطر الإمارات، وبيهجر الوراق عشان خاطر برضه ملاك جدد بيحاصروها ويهاجموا اهليها، ودلوقتي عايزين يدمروا نادي الجزيره، النادي العريق ده من ايام الخديوي اسماعيل، عشان خاطر فلوس مستثمر سواء كان العرجاني او مستثمر كويتي او غيره. ما بتفرقش معاهم سكان المنطقه، ما بيفرقش معاهم مين المستفيدين من النادي او غيره. السيسي اللي بيفرق معاه بس الماني، الفلوس. السيسي عبد ذليل لاي حد يدفع، مش مهم تاريخ البلد دي ولا مهم الاسر والعائلات حتى لو مش منهم، بس ممكن تحترمهم حتى لو انا مش منهم. بس السيسي عنده طار مع البلد دي،
مع تاريخ البلد دي في اسكندريه في القاهره عنده طار، ما يعرفش يحترم القيمه سواء كانت قيمه بشريه او حتى قيمه معمار مكان. هو اللي يعرفه بس الفلوس، اللي يدفع له يركبه. حضرات الساده اعضاء سكان او اعضاء نادي الجزيره، قلبي معاكم وهنفضل ننشر لحد ما تاخدوا حقكم، يمكن يمكن كلامنا يأثر. أشوفك بعد الفاصل. عام كامل من حرب الإبادة اللي بيشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واللي أدت لارتفاع عدد أو أعداد الضحايا من المدنيين اللي بتستهدفهم إسرائيل يوميا على مرأة ومسمع من العالم، إلى ما يقرب من حناك كتير قوي من النساء والأطفال. أهو أعداد الضحايا 12,000، 60% منهم أطفال. 12,000 60% من الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، واللي وصفت بأنها من أبشع حروب الإبادة اللي عرفها العالم، ما كانش بتستهدف بس المدنيين في البيوت أو المخيمات، دي كمان كانت بتستهدف المستشفيات. واللي أدى الاستهداف ده لوقوع عدد كبير من ضحايا بأعداد كبيرة جدا في مستشفيات القطاع بأكمله، زي ما نشوف الجراف ده كده. ده يعني الحقيقة طحين. 120 عدد الشهداء، عدد الجرحى 250، في 4/11/23 عدد الفخوره 200 شهيد ومئات الجرحى، 31/10 الى اخره عشان بس ما اضيعش الوقت على الضيف. جريمه الاباده الجماعيه اللي ارتكبتها اسرائيل بحق اهالي القطاع ادت لانه الفلسطينيين واحده استشهد او كتير من الاسر استشهد كل افرادها واتمسحت من السجلات. ادي الجراف اهو، كليا او جزئيا اسرائيل ابادت 6,644 عائلة في غزة تماما. في 901 عائلة محيت بالكامل، ما عادش ليها وجود في الأرض. 2,270 عائلة تبقى منها واحد شخص واحد. 3,473 عائلة تبقى منهم اثنين. الحقيقة إن الحرب على غزة ما كانتش من أثرها بس وقوع شهداء ومصابين، إنما كمان في موجة نزوح كبيرة تحت وطأة القصف الإسرائيلي اللي وصلت حتى الآن إلى 2 مليون نازح في المخيمات، زي ما الجزيرة عملت الجراف ده. خليني على طول أدخل مع ضيفي وضيفكم في الحلقة دي، الدكتور أشرف القدرة. الدكتور أشرف هو المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. دكتور أشرف أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم ومساء مستمعينا ومشاهدينا بكل خير. بعتذر لحضرتك عن التأخير وأقدر وجود حضرتك معنا يا فندم في البداية. حياكم الله. دكتور أشرف، خلينا نبدأ بالكذبات الإسرائيلية. الكذبة الأولى فكرة المناطق الآمنة. خليني أبدأ معاك باللي حصل الساعات اللي فاتت من عودة جيش الاحتلال في ذكرى طوفان الأقصى إلى قصف برضو شمال غزة وشن غارات على دير البلح وحصار جباليا. لأي درجة استخدم الاحتلال أكذوبة المناطق الآمنة كأفخاخ للإيقاع بالمزيد من الضحايا؟ أنا هذه كلمة جميلة جدا، أن يكون الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى مسمى المناطق الآمنة ثم يقوم بفعل هذه المناطق الآمنة فعلا كأفخاخ للمواطنين، وهذا ما شهده قطاع غزة طيلة عام كامل من الإبادة الجماعية. واليوم يترجم هذا السيناريو من جديد في شمال قطاع غزة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي انقض على الأماكن التي يقطنها المواطنين، وهي مناطق نزوح تعتبر وتصنف مناطق إنسانية، ولكن الاحتلال الإسرائيلي قام بالانقضاض على هؤلاء المواطنين في تلك المناطق شمال قطاع غزة، وقام بمجزرة كبيرة في منطقة شمال قطاع غزة، إضافة إلى منطقة الوسطى وغيرها من المناطق مثل خربة العدس في جنوب قطاع غزة، وكذلك منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. وبالتالي هي مجازر مستمرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أمام ناظري العالم. لم يسبق في التاريخ الإنساني سواء القديم أو المعاصر أن اجتمعت كل أدوات القتل وتم توظيفها كما تم توظيفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 7 أكتوبر 2024، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مركز للمواطنين، مسح عائلات بكاملها عن السجل المدني الفلسطيني. نحن رصدنا أكثر من 3,000
1646 مجزرة ارتكبت بحق العائلات الفلسطينية، 902 من العائلات مسحت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، إضافة إلى أن 26 ألف طفل الآن يعتبروا أيتام لا يوجد لهم أب أو أم، إضافة إلى أن هناك أكثر من 12 ألف طفل قتلوا في هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية، منهم 180 طفل ولدوا واستشهدوا خلال فترة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي لديه سيناريو ومنهجية واضحة لتعزيز الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وصولاً إلى الاستهداف المركز للمنظومة الصحية، حيث قتل الاحتلال 986 كادراً صحياً في مستشفيات قطاع غزة، منهم 184 يعتبروا من الأخصائيين، وهم الذين تحمل على أكتافهم الخدمات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال 312 من الكوادر الطبية، على رأسهم أيضا مدراء المستشفيات وخاصة شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس. إضافة إلى ذلك، قام الاحتلال الإسرائيلي بتدمير ممنهج ل 33 مستشفى في قطاع غزة، إضافة إلى 155 مؤسسة صحية، إضافة إلى تدمير 80 مركز للرعاية الأولية، وكذلك 130 سيارة إسعاف. هذا الكم الهائل من الإجرام لا يمكن أن يوصف، لم تشهده البشرية جمعاء خلال السنوات أو العصور الوسطى أو التاريخ المعاصر. هذه الأدوات كلها وضعها. طيب ده يخليني معلش يا دكتور أشرف، الإبادة الجماعية المستمرة طيلة عام كامل من العدوان على قطاع غزة. طب أنا عندي سؤال هنا، تقارير دولية تحدثت أن عدد الشهداء والضحايا أكبر بكثير من العدد المعلن الذي أمكن إحصاؤه. سؤالي، ما الفارق ما بين المعلن والحقيقي، وما السبب في أن هناك فارق بينهما؟ نحن في وزارة الصحة لدينا منهجية واضحة لرصد وإحصاء الضحايا في العدوان الإسرائيلي. تقوم هذه المنهجية على تسجيل كل من يصل إلى المستشفيات في قطاع غزة، وهناك برنامج موحد ما بين المؤسسات الحكومية والمستشفيات الحكومية في قطاع غزة والمستشفيات الأهلية. هذا البرنامج الموحد يسجل ما يصل إلى المستشفيات فعلا، وبالتالي نحن لا نرصد الضحايا الذين هم يعتبروا مفقودين أو لا زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء ليسوا من الاستهداف المباشر، لربما يكونوا قد استشهدوا نتيجة الأوبئة أو نقص الأغذية أو نقص الأدوية، وكذلك أيضا عدم توفر الخدمة الطبية. هذا كله لا يسجل في قائمة الإحصائيات لوزارة الصحة لضحايا العدوان الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتوقع أن تكون أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي تفوق هذا العدد المعلن حتى هذه اللحظة بأكثر من 10,000 إلى أكثر من 20,000 على تقديراتنا الأولية. وبالتالي عندما تنتهي هذه الحرب سيتم الإعلان الرسمي عن كل ضحايا العدوان، سواء الذين استشهدوا وتم تسجيلهم في المستشفيات أو الذين لا زالوا تحت الأنقاض ومفقودين ولا يعلم مصيرهم حتى هذه اللحظة. نحن نتعامل وفق منهجية واضحة معتمدة لدينا ولدى المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وبالتالي لا مجال للتشكيك بأرقام وزارة الصحة. وقد بينا مرارا وتكرارا رغم محاولات التشكيك من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية لإحصائيات وزارة الصحة، وصولا إلى اتخاذ قرار في الكونغرس الأمريكي قبل شهرين بالضغط على الجهات الحكومية في وزارة الخارجية بعدم الاعتماد على تقارير وزارة الصحة في قطاع غزة، وبالتالي هناك عملية تشويه مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية للإحصائيات في قطاع غزة، وبالتالي نحن ندرك تماما حقيقة إحصائياتنا وموثوقية إحصائياتنا. أنا لا أشك دكتور أشرف، في 23 من أكتوبر للعام الماضي عندما أشهرنا للعالم بأسره 7,420 شهيد كانوا قد استشهدوا بالأرقام، بأرقام هوياتهم وبكل تفاصيل. لا أنا لا أشك يا دكتور أشرف، أنا بس بوجه السؤال، يعني لا أشك في التقديرات بتاع وزارة الصحة، لكن خليني طالما جينا المستشفيات في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي روج أن المستشفيات في قطاع غزة
بتستخدمها المقاومة كمخازن الأسلحة، واتخذ الاحتلال الذريعة دي لقصف القطاع الصحي. سؤالي بقى لحضرتك، كم كان حجم فاتورة هذه الكذبة؟ نعم، الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سردية ليست بالسردية الجديدة، في كل عدوان على قطاع غزة يستخدم هذه السردية، ولا تنطلي هذه السردية إلا على الذي يرعى الاحتلال الإسرائيلي سواء من الإدارة الأمريكية أو الرباعية الدولية. ولكن حقيقة الأمر أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه السردية للانقضاض على المنظومة الصحية وتدمير المنظومة الصحية، كما حدث في مجمع الشفاء الطبي الذي كان له الاتهامات المستمرة والمتواصلة، وقام بالاعتداء الأول في 12 من نوفمبر الماضي، وقام بعملية موسعة داخل مجمع الشفاء الطبي، ولكن بحمد الله عز وجل لم يستطع الاحتلال أن يقوم بتقديم دليل واحد على افتراءاته وادعاءاته داخل مجمع الشفاء الطبي، واستمرت العملية حتى 18 من نوفمبر. وهذه الفترة سبقتها بيومين، في 16 من نوفمبر كان هناك تصريح واضح لرئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو، عندما قال لم يكن هناك أي شيء في داخل مجمع الشفاء الطبي، ولم نعثر على شيء في داخل مجمع الشفاء الطبي. وبالتالي هذه السردية التي قدمها الاحتلال لم يستطع تقديم دليل واحد، وبعد ذلك قام بالانقضاض على مجمع ناصر الطبي وكان إليه الاتهامات، وأيضا لم يخرج بدليل واحد يفند ادعاءاته. ثم قام أيضا بمحاولة أخرى في 18 من مارس الماضي بالانقضاض مجددا على مجمع الشفاء الطبي، وقام بعملية موسعة وارتكاب مجازر داخل مجمع الشفاء الطبي. وجدنا أن هناك 3 مقابر جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي، سواء للطواقم الطبية أو للنازحين أو للمرضى أو الجرحى، قام بإحراق مجمع الشفاء الطبي وتدميره تدميرا كاملا، ومع ذلك لم يستطع أن يقوم برفع دليل واحد من قبل الاحتلال الإسرائيلي للعالم. وبالتالي هذه السردية لا تنطلي على أحد، الهدف منها هو تدمير المنظومة الصحية بشكل ممنهج، لأن بقاء المنظومة الصحية في أي مكان يعني ذلك تعزيز السكان في هذه المنطقة، وهو يريد أن يكون هناك نزوح من المناطق وخاصة مناطق شمال قطاع غزة باتجاه جنوبه. وبالتالي نحن في وزارة الصحة لدينا قرار واحد بالصراع من أجل البقاء في أي منطقة من المناطق السكنية، وعندما يقوم الاحتلال بمحاولة استهداف أي مؤسسة طبية نقوم بإعادة تشغيلها حتى وإن كان بحدها الأدنى. طيب، لتكون صمام أمان لثبات المواطنين في المنطقة. أنا عندي سؤال بخصوص القصة دي بقى، بخصوص المساعدات الطبية، ما هو تعليق حضرتك، وحضرتك متخصص ومتحدث رسمي باسم وزارة الصحة في غزة، ما هو تعليقك على خبر نشر عن إرسال الإمارات لعربات إسعاف للقطاع، وهي نفس الإمارات التي أرسلت وحدة عسكرية لمساعدة الاحتلال في الحرب على غزة بحسب ما قالته المراسلة الفرنسية؟ نحن في قطاع غزة نستقبل كل المساعدات من كافة الجهات من أجل تعزيز الأرصدة الدوائية ومن أجل تعزيز المنظومة الصحية، وبالتالي نحن نتعامل وفق المعادلة الإنسانية. نحن نرحب بكل دعم يقدم لمنظومتنا الصحية، لأننا بحاجة ماسة سواء لسيارات الإسعاف التي دمر الاحتلال منها 130 سيارة إسعاف، وكذلك أيضا تعزيز الأدوية والمستلكات الطبية التي يغيب عنا الآن منها 60% من الأدوية و83 من المستلكات الطبية، إضافة إلى تدمير 65% من القدرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية. وبالتالي نحن بحاجة ماسة لتقديم أي نوع من المساعدات الصحية من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتعزيز المنظومة الصحية، ولكن نحن نريد أن تكون هذه المساعدات مساعدات تقدم لشعبنا الفلسطيني من أجل تعزيز هويته الوطنية، ليس أكثر من ذلك. طيب دكتور، معلش، كيف استطعتم يعني إعادة تشغيل المستشفيات اللي دمرها الاحتلال زي مجمع الشفا مثلا، في ظل نقص المساعدات الطبية وصعوبة إدخالها من دول أخرى؟ نحن أصحاب مهمة إنسانية وطنية،
نحن جزء من النسيج الوطني الفلسطيني وجزء من الصمود الشعبي والوطني الفلسطيني، وبالتالي نحن ندرك تماما أن محاولات الاحتلال المستمرة لضرب المنظومة الصحية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح من أماكن سكناهم باتجاه جنوب قطاع غزة. وبالتالي كان لدينا خطة واضحة من 4 أقسام. أولى هذه الخطة هي المرحلة الأولى وهي الاستجابة الطارئة، ثم المرحلة الثانية تشغيل ما يمكن تشغيله وبأدوات بسيطة وبإمكانيات بسيطة، واستطعنا بحمد الله عز وجل أن نقوم بتشغيل 15 مستشفى حتى وإن كان بالحد الأدنى من المقومات الطبية، إضافة إلى تشغيل 23 مركز للرعاية الأولية، وأقمنا عدد من المستشفيات الميدانية والنقاط الطبية سواء في شمال قطاع غزة أو جنوبه. وبالتالي نحن نحاول بشتى الوسائل وبأي إمكانيات نحاول التواصل مع مؤسسات دولية أو مؤسسات أهلية من أجل إعادة تشغيل ما يمكن تشغيله من المنظومة الصحية. على سبيل المثال نحن قمنا بتشييد جزء من قسم الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لسكان مدينة غزة وشمال قطاع غزة، ونستقبل يوميا ما يزيد عن 900 حالة طارئة، إضافة إلى تشغيل جزء من قسم غسيل الكلى، واستطعنا من خلال الأجهزة المتوفرة أن نقوم بإصلاح 23 جهاز لغسيل الكلى، وبالفعل أعدنا تشغيل هذا جزء من هذا القسم. وبالتالي نحن نحاول أن نكون على ثقة قدر المسؤولية تجاه تعزيز صمود أبناء شعبنا، وبالتالي نحن في مرحلة صراع على البقاء في منظومتنا الصحية من أجل استمرار ثبات المواطنين في أماكن سكنهم. نحن ندرك تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يطمس الهوية الطبية في كافة مناطق قطاع غزة، ولكن نحن أمام الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نصر على استمرار المنظومة الصحية واستمرار تقديم الخدمة الصحية حتى وإن كان بحدها الأدنى. نقوم بالتواصل مع كافة المؤسسات التي تستطيع أن توصل لنا بعض المساعدات الطبية من أجل تعزيز الطواقم الطبية في شمال قطاع غزة وفي جنوبه. وبالتالي نحن لازلنا مصر على مواجهة البقاء في منظومتنا الصحية، واستطعنا كما قلت تشغيل 15 مستشفى في كافة مناطق قطاع غزة و23 مركز للرعاية الأولية. ولكن لدينا مشكلة حقيقية، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقوم بمنع جهود المؤسسات الدولية الأممية من إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود إلى مستشفيات قطاع غزة، وهذا يشكل تهديدا حقيقيا لاستمرار الخدمة الصحية في القطاع وخاصة في شمال قطاع غزة. معلش أستاذ دكتور أشرف، هو سؤال شخصي يعني على جنب خارج الموضوع، يعني هو حضرتك تمت بقرابة إلى الأستاذ ناصر القدوة اللي كان وزير خارجية السلطة الفلسطينية؟ يعني نحن نتشرف بكل يعني فلسطيني، ولكن لا تربطنا صلة قرابة، هو من آل القدوة وأنا من آل القدرة. ما فيش أي علاقة ما بين آل القدوة وآل القدرة خالص. نعم. طيب معلش برضو أرجع للكلفة الآن. بي بي سي قالت في تقرير لها إن الكلفة الإنسانية اللي تكبدها القطاع بسبب 7 أكتوبر كانت ضخمة جدا. سؤالي، أما كان من الأولى الحفاظ على الوضع في غزة إلى ما قبل 7 أكتوبر وتجنيب القطاع هذه الكلفة الإنسانية العالية؟ يعني بالتأكيد عملية الفقد المستمرة هي عملية ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لضرب صمود شعبنا الفلسطيني، ولكن القضية الفلسطينية قضية كبيرة وقضية مركزية، قضية ربانية تستحق منا بذل كل غالي ونفيس. هذه القضية قضية مقدسة يشار إليها بالقرآن الكريم، وبالتالي نحن يعني أمام الرسالة الربانية لهذه الأرض المقدسة. نعتبر أن كل تضحياتنا هي رهن لأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا الفلسطينية، ومن أجل أسرانا ومن أجل التحرير المقدس لكافة أراضينا المحتلة. وهذا ديدا كل دولة وكل أرض محتلة، كما حدث في مصر، كما حدث في الجزائر، كما حدث في ليبيا، كما حدث في كل أماكن التي تم احتلالها. هذه الأماكن
قامت ب يعني ثورات عظيمة من أجل التحرير، وبالتالي نحن لا نقل شأنا عن هذه الدول وهذه المناطق التي تحررت من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال هو الذي يجب أن يرحل عن أرضنا، يجب أن توقف الإبادة الجماعية عن شعبنا الفلسطيني، يجب أن يتقدم المجتمع الدولي خطوات ملموسة للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني واتفاقية جنيف الرابعة الذي يغتالها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي على المجتمع الدولي بدلا من أن يتهم شعبنا الفلسطيني بهذه الاتهامات، عليه أن يقوم بممارسة حقيقية لكنس الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا الفلسطيني، وحتى نتمكن من القيام بدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. دكتور أشرف، ماذا عن المستشفى الميداني المصري داخل خان يونس والمخيمات والمساعدات اللي أدخلتها مصر، وماذا عن دور الأطباء المصريين داخل القطاع؟ يعني نحن نرحب بكل جهد مصري وعربي وإسلامي ودولي. نحن استقبلنا عشرات الوفود الطبية التي زارت قطاع غزة والتي لا زالت أيضا تحاول الوصول إلى قطاع غزة. هناك العديد من الأطباء المصريين الذين وصلوا مع المؤسسات الإنسانية والإغاثية والدولية إلى قطاع غزة، وليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها أطباء مصريين إلى قطاع غزة. خلال 17 عام من الحصار المتواصل على قطاع غزة لم ينقطع الوفود الطبية المصرية من الوصول إلى قطاع غزة وإجراء عمليات جراحية في مختلف مستشفيات القطاع. وبالتالي نحن نحيي الطبيب المصري الذي يقوم بتلبية الواجب الطبي والمهني والإنساني لنصرة شعبنا الفلسطيني وجرحاه ومرضاه. نحن نثمن كل جهد سواء مصري أو عربي أو إسلامي أو دولي من أجل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، ومن أجل تعزيز المنظومة الصحية، ومن أجل رفع المعاناة عن جرحانا ومرضانا. ولكن أيضا نحن بحاجة ماسة لأن يفتح الحدود مع جمهورية مصر العربية لإخراج 25 ألف جريح ومريض هم بحاجة ماسة للوصول إلى الرعاية الطبية. كل يوم نفقد عشرات منهم نتيجة عدم إعطائهم الفرصة للخروج خارج قطاع غزة عبر بوابة. ومين اللي بيرفض يا دكتور أشرف؟ مين اللي بيرفض دخول هؤلاء الجرحى إلى الحدود المصرية؟ نعم، مين بيرفض دخول 25 ألف مصاب حضرتك بتقول محتاجين يدخلوا مصر؟ ما هو العائق في دخولهم أرض مصر؟ يعني العائق الأساسي هو إعادة احتلال منطقة محور فيلادلفيا، وبالتالي يتوجب على الجانب المصري الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإزاحة هذا المحتل عن معبر رفح البري الذي هو فقط معبر فلسطيني مصري بامتياز. إضافة إلى أن على المؤسسات الدولية أيضا أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم الضغط على الجرحى والمرضى من خلال أناتهم. خلال الفترة السابقة منذ بداية العدوان وحتى شهر مايو الماضي للأسف لم يخرج سوى حوالي 6,000 مريض وجريح من قطاع غزة، وهذا العدد أقل بقليل مما كنا نطمح له في الأيام والأشهر السابقة بعد قبل احتلال محور فيلادلفيا. وبالتالي يجب على جمهورية مصر العربية أن تتخذ موقفا حاسما لإعادة عمل معبر رفح البري وإزاحة الاحتلال عن محور فيلادلفيا، لأن هذا الممر الآمن ما بين قطاع غزة وما بين جمهورية مصر العربية، وأن يكون هناك جدولة واضحة لخروج هؤلاء الجرحى والمرضى بشكل عاجل. إضافة إلى أننا لدينا أكثر من 10,000 مريض من مرضى السرطان أيضا ليس لدينا. دول من ضمن 25 يا دكتور؟ دول من ضمن 25,000؟ لا هذول خارج 25,000. هؤلاء 25,000 جريح ومريض خارج مرضى السرطان، وبالتالي هناك 10,000 آخرين من مرضى السرطان لا يتوفر لهم أدنى مقومات علاجية وصولا إلى المسكنات. وبالتالي نحن نحتاج خروج هؤلاء الجرحى والمرضى بشكل عاجل إلى المستشفيات سواء في جمهورية مصر العربية أو خارج جمهورية مصر العربية في الدول المحبة لشعبنا الفلسطيني، وإلا سنفقد مئات منهم بشكل مستمر إذا لم يسمح لخروجهم خارج قطاع غزة. يعني المجموع 35,000، 25,000 جريح. نعم، 25,000 مريض وجريح، وهناك أيضا 10,000 مريض
بالأمراض السرطان، إضافة إلى أكثر من 1100 مريض بالفشل الكلوي أيضا ليس لديهم علاج في داخل القطاع. نحن نحاول قدر المستطاع أن نؤمن لهم بعض جلسات غسيل الكلى في المستشفيات، ولكن فقدنا 275 مريض منهم حتى اللحظة لم يستطيعوا الوصول إلى الخدمة الصحية، ونعتقد أن يكونوا قد غادروا الحياة لعدم توفر الخدمة الصحية لهم. دكتور، في البداية كان في مساعدات بتلقى من الطائرات وحاجات كده ومساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة. سؤالي، لماذا توقفت هذه المساعدات خلال الفترة الحالية، وما هو تفسيرك لتوقفها في الوقت اللي مازال الحصار مفروض على القطاع والسكان بيعانوا حتى الآن من نقص هذه المساعدات؟ يعني للأسف هذا سؤال فيه ألم كبير وفيه عتب شديد على كل الدول المحبة لشعبنا الفلسطيني. نحن نعيش أزمة مجاعة حقيقية، نحن وصلنا إلى بمستويات كارثية من المجاعة، وصولا إلى أن هناك 3500 طفل يعانون من سوء التغذية، هناك أكثر من 50,000 سيدة حامل تعاني من سوء التغذية، هناك أكثر من 350,000 مريض من الأمراض المزمنة يعانون من سوء التغذية، وبالتالي هناك نقص في حليب الأطفال، هناك نقص في التغذية، هناك نقص في المواد الأساسية، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لكل دول العالم التي لا زالت تتفرج على استمرار الإبادة الجماعية بكل صنوفها، سواء من خلال الاستهداف المباشر أو مستويات المجاعة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال أيضا الأوبئة المنتشرة في قطاع غزة والتي طالت أكثر من 1,500,000 مواطن، منهم أكثر من 72,000 مريض بالتهاب الكبد الوبائي. كل ذلك يحتاج إلى مقومات غذائية وأدوية وعلاجات. عدم توفير هذه الأدوية بأي طريقة كانت هو عبارة عن تراجع للموقف الدولي والموقف الإنساني للدول المحبة لشعبنا الفلسطيني والدول الإسلامية والدول العربية والمجتمع الدولي. لا يمكن لهذه الدول أن تبقى مكبلة اليدين سواء بقرار من ذاتها أو بقرار من الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تتحرك هذه الدول من أجل توفير الأغذية والأدوية والمستلقات الطبية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية بشتى الطرق. استفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب المستمرة طيلة عام كامل، ودخل اليوم العام الثاني لهذا العدوان وهذه الإبادة الجماعية، هو عبارة عن إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لممارسة هذه الإبادة بكل أدوات القتل الذي وظفها الاحتلال. وبالتالي نحن نطالب الأمة العربية والأمة الإسلامية وأحرار العالم بالدفع بقوة من أجل توفير كل المستلزمات الغذائية والدوائية لشعبنا الفلسطيني. والآن للأسف ندخل مرحلة الشتاء القارس في منطقة غزة، وهذه الفترة قاسية خاصة، وهناك أكثر من 2,000,000 نازح في الخيام في ظروف كارثية على المستوى الصحي والإنساني والبيئي، وبالتالي نحن سنكون أمام مشهد أكثر ضراوة خلال فصل الشتاء إذا ما استمر هذا العدوان بالشكل القاسي وبالإبادة الجماعية الحاصلة في هذه الأثناء. على المجتمع الدولي أن يتقدم بخطوات وثابة وملموسة من أجل تحقيق معدلات الأغذية المطلوبة والأدوية المطلوبة والمستلقات الطبية المطلوبة والفرق الطبية المطلوبة والمستشفيات الميدانية المطلوبة، وعلى رأس ذلك إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائم الإبادة الجماعية والحرب المسعورة على قطاع غزة. دكتور أشرف، أنا اللقاء خلص، وهكون قاسي مع حضرتك وأقول لك عندي سؤال هو بيؤرقني من فترة، ممكن تديني إجابة عليه في سطر واحد بس. أين اتحاد أطباء العرب، وهو تجمع عربي من نقابات الأطباء العرب، أين اتحاد الأطباء العرب في سطر؟ يعني اتحاد الأطباء العرب هو شريك حقيقي لوزارة الصحة، هناك تعاون مستمر ما بين اتحاد الأطباء العرب
وما بين يعني وزارة الصحة خلال فترة سنوات الحصار كلها، وبالتالي أيضا على الاتحاد أن يقوم بدور أكثر إلزاما لتوفير الفرق الطبية والمستشفيات المدنية. معلش يا دكتور، على حضرتك اتكلمت عن دور الاتحاد في 16 سنة حصار، لكن الآن أنا بسأل عليه الآن. نعم، الاتحاد له مكتب في داخل قطاع غزة، وهو أيضا يمارس دوره في قطاع غزة خلال قبل العدوان الإسرائيلي، ولكن نحن نحتاج إلى خطوات أكثر إيجابية من اتحاد الأطباء العرب وكافة الاتحادات الطبية في حول العالم من أجل تعزيز صمود المنظومة الصحية. يا سؤال يا دكتور، أنا سؤالي يا دكتور، سؤالي هل اتحاد الأطباء العرب خلال العام اللي فات أي دور؟ بالتأكيد الاتحاد لم ينفك عن وزارة الصحة، ولكن نحن نحتاج إلى ممارسة أكبر وإلى دور أكبر وفاعل أكثر خلال العدوان الإسرائيلي. نحن ندرك تماما بأن كل هذه المؤسسات أيضا مضغوط عليها من الدول التي بها. هو أظن يا دكتور أشرف، هو أظن هو تابع لجامعة الدول العربية، يعني أنا أتحدث هو تكون سنة 1962 غالبا يتبع الله أعلم، قد أكون مخطئ يعني. لا أعرف، لكن صراحة. أنت بتطالب. نعم لا أعرف، ولكن هناك دور إنساني منوط على كافة الاتحادات الطبية والمؤسسات الإنسانية حول العالم، سواء في جمهورية مصر العربية أو خارج جمهورية مصر العربية. يجب على هذه المؤسسات أن يكون لها طرق بديلة من أجل تعزيز القطاع الصحي في قطاع غزة، يعني وأن تستطيع الوصول إلى قطاع غزة بشتى الطرق حتى لا يتم انهيار المنظومة الصحية. يعني حضرتك بتقول لي إن الاتحاد الأطباء العرب مضغوط عليه من الدول الأخرى العربية حتى لا يستطيع أن يقوم بدوره مع قطاع غزة، مزبوط كده؟ يعني نحن ندرك تماما بأن كل هذه المؤسسات لديها سياساتها ولديها أيضا خطواتها الإنسانية، ولكن ما نطلبه نحن في وزارة الصحة أن يكون لهذه الاتحادات وكافة المؤسسات الإنسانية والدولية خطوات أكثر فاعلية من أجل تعزيز العمل الصحي في قطاع غزة. نحن الآن لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق أيضا بالمؤسسات الدولية التي لم تستطع القيام بدورها في تدعيم المنظومة الصحية، وارتهنت للاحتلال الإسرائيلي طيلة سنة كاملة من العدوان على قطاع غزة، ولم تستطع حماية المنظومة الصحية، والآن لم تستطع إيصال الوقود لمستشفيات شمال قطاع غزة وجنوبه، إضافة إلى عدم قدرتها على إلزام الاحتلال على عدم استهداف المنظومة الصحية. وبالتالي كل هذه المؤسسات عليها أن تراجع حساباتها وأن تراجع أيضا مهامها الإنسانية، وكيف لها أن تبدي أكثر فعالية من أجل تعزيز الأرصدة الدوائية والطبية، وكذلك أيضا تعزيز المستشفيات في قطاع غزة، لأننا وصلنا إلى مرحلة يعني صعبة جدا ومعقدة جدا من خلال الاستهداف المركز للمنظومة الصحية. وكان هناك أيضا مناشدات قبل يومين تحذر من توقف كبرى مستشفيات قطاع غزة نتيجة عدم توفر الوقود في داخل هذه المستشفيات. وبالتالي على اتحاد الأطباء العرب وعلى كافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية حول العالم بالقيام بدور أكثر فاعلية وخطوات جادة من أجل تعزيز صمود المنظومة الصحية في قطاع غزة قبل الانهيار الكامل لها. هو أنا لازم أشكرك يا دكتور، لكن قبل ما أشكر حضرتك، اتحاد الأطباء العرب أنشئ في القاهرة سنة 62 ومقر القاهرة لحين تحرير القدس، ده تعريفه في الويكيبيديا. فكل الشكر والتقدير للدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. قلوبنا معكم يا دكتور، وبنحاول نعمل أي حاجة عشان نقف إلى جواركم. شكرا لوقت حضرتك. حياكم. هي الحلقة خلصت، لكن قبل ما نمشي ونقفل وننزل التتر، في معجزة حصلت لم تحدث من قبل، إذا كانت حقيقة معجزة سابقة لعصرها، معجزة إن النهاردة 7، أو يعني كان من ساعات، أو 7 أكتوبر، حد نشر صورة على السوشيال ميديا لورقة مصرية من فئة ال200 جنيه تقريبا. الورقة دي
فيها معجزة لم تحدث من قبل. إذا كانت حقيقة الورقة قدام حضرتك 200 جنيه مصري، إيه المعجزة في الورقة دي؟ مش قبة السلطان حسن والحاجات دي والمسجد ده، الورقة مطبوعة بتاريخ 8/10/24 بكرة. طب اتطبعت امتى؟ امتى؟ ده لو حقيقة الورقة وصلتني اهي وقدام حضرتك مطبوعة بتاريخ 8/10 اللي هو لسه ما بدأش. يعني لو بافتراض انها طبعت في 8/10 وان احنا دخلنا يوم 8/10، فالموظفين بتوع المطبعة بتاع البنك المركزي اللي كانت في محطة المطبعة في شارع الهرم، معرفش نقلوها دلوقتي ولا لا، لسه ما راحوش شغلهم. الموظفين لو بافتراض ان احنا دخلنا 8/10، الموظفين بتوع مطبعة البنك المركزي عند مشعل كده ومحطة المطبعة لسه نايمين، مكان المطبعة لسه ما اشتغلش. الموظف المسؤول واللي بيدخلوا الحاجات المطبعة وتطلع الحاجات دي، دي لسه اصلا ما خرجوش من بيوتهم، لسه نايمين. لان دلوقتي لو بافتراض ان احنا الساعة بقت 12 يوم 8، يعني دخلنا يوم 8، دي لسه اول ساعة في يوم 8. يا جحدة يا فجرة، امتى اتطبعت؟ طيب لو هي ورقة حقيقية، انا الورقة موجودة اهي قدامك اهي، تاريخ الطباعة امتى يا فندم؟ 8/10. امتى؟ ايش خيال يا ناس؟ ده على فكرة دي لو حقيقة معناه ان الورق بيتطبع من بدري، البنكنوت ده بيتطبع من بدري، ده معناه ان المطبعة شغالة ليل نهار ما بتنامش، ده طبيعي او يعني عادي او يمر. انما ب 8/10 لسه ما جاش ده. الورقه دي وصلاني من ساعتين، واللي نشرها قبلها بقى من ساعتين، يعني الورقه دي من 4 ساعات. يعني الورقه نزلت الاسواق يوم 7/10 وهي مطبوعه بتاريخ 8/10. ده الزمن نفسه اتضرب. ده اينشتاين زمانه دلوقتي في المقبره بيولع في نفسه. ايه الخيال ده؟ انا حطيت الورقه قدامك اهي، وتاكدوا منها اذا كانت صحيحه ولا مش صحيحه. بس انا حبيت انهي الحلقه دي بمعجزه لنظام السيسي. الحلقه خلصت بالمعجزه دي. الى ان نلقاكم غدا وحلقه جديده. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.